مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. اهلي الليله ان شاء الله نكون مغطين معظم اخبار نادي الاهلي كالعاده. يكون معايا بعد قليل كريم احمد زميل العزيز عشان يطمنكم على اخبار المران زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. قبل ما ياخد كريم لغايه لما يجهز اقول لكم عن المؤتمر او اهم ما قيل في المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم للاعلان عن المدير الفني للمنتخب المصري اللي هو الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، اللي هو فيه محمد بركات مدير للمنتخب وطارق مصطفى مدرب عام مع احمد ايوب مدرب عام ايضا معاهم سيد معوض مدرب مساعد وايمن طاهر مدرب حراس مرمى. ده جهاز الفني للمنتخب المصري، ان شاء الله كل التوفيق للجهاز الفني وان شاء الله يحققوا ما تطلبه الجماهير المصريه في كل مكان. هقول لكم ابرز ما قيل في هذا المؤتمر. طبعا الكلام كان على لسان الكابتن حسام بدري، قال حققت حلم تدريب منتخب مصر بعد 32 سنه والعدل شعاري في الاختيار. ده كلام الكابتن حسام بدري، قال ان هو كان حلم حياته ان هو يكون مدرب لمنتخب مصر، وقال ان هو كان بيمشي في شارع الجبليه يبص لاتحاد الكوره وبيتمنى ان هو يكون منتخب مصر مدرب منتخب مصر، والحمد لله ان هو حقق حلمه بتدريب منتخب كبير زي منتخب الفراعنه. قال كمان ان الجهاز الفني اللي معاه على اعلى مستوى وان هو كان صاحب الاختيار الاول والاخير في هذا الاختيار. زي ما قلت لحضراتكم، قال ان انا بدرب من 1987 وانا احلم بتدريب الفراعنه، وكنت بسير في شارع اتحاد الكره وانظر للمقر وادعو الله ان اصل لهذه المكانه المرموقه، فهي مسؤوليه كبيره واتمنى الله من الله التوفيق والنجاح. قال كمان بلدنا تستحق أن نبذل الغالي والنفيس لرفعة هذا الوطن، وقال جاءت اللحظة التي أنتظرها لاستكمال مسيرة عظماء تولوا تدريب منتخب الفراعنة، وأتمنى أن أحقق إضافة لإنجازات المنتخب الوطني. قال العدل سيكون شعاري ومعياري بعيدا عن أي انتماءات حتى نحقق أهداف المنتخب الوطني، محتاجين دعمكم. ده كان كلام الكابتن حسام بدري اللي قدامكم على الشاشة. هو كان بيضحك في المؤتمر يا جماعه، يعني هو قال بركات اللي هو مكشر بركات اللي متعودين عليه بيضحك، كان الموضوع معكوس بالنسبه له. بركات لابس وش مسؤول، وده المطلوب وده المفروض، وانا بحييه اتحاد كبيره جدا. محمد بركات نجم كبير جدا جدا جدا، هيعرف يتعامل كويس قوي مع اللعيبه. هو لبس وش المسؤول خلاص وليس اللاعب اللي بطل كوره. محمد بركات كمان كان بينزل التمرين خلاص لابس وش لعيب مسؤول، بيطلع من التمرين بتلاقيه مهرج وبيضحك وبيضحك الدنيا كلها حواليه، هو كان بيرسم الفرحه بصراحه في اوضه اللبس وفي اي مكان هو فيه بعيد عن الملعب وبعيد عن التدريب. ده كلام كابتن حسام بدري. هقول لكم كمان قال ايه، قال جهاز المنتخب يحتاج الدعم والمسانده لتحقيق اهداف المصريين. ده الجهاز الفني المعاون اللي كان قدام حضراتكم، هقول لكم كل الجهاز مرة تانية. كابتن حسام قال إن احنا محتاجين كل الدعم والتوفيق من عند ربنا. قال التوفيق له معايير وهي الاجتهاد والمساندة والرغبة في تحقيق شيء إيجابي للبلد. قال كمان لوسائل الإعلام إن الجهاز الفني للمنتخب سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف الشعب والجمهور المصري، ولكن المطلوب مساندة الجماهير. أنتم المنارة التي ستضيء أي خطوة ننتهجها. ده كلام كويس، كلام بيكسب بيه مشاعر الجمهور، وده مطلوب قوي بصراحة. ده مطلوب قوي ان انا اكسب كل اللي حواليا من مختلف الانتماءات. واشار بدري الى ان الجهاز الفني تم اختياره والطبي والاداري، او الذي تم اختياره مع الطبي والاداري، ولكن هناك اسماء لم تكتمل وسيتم الاعلان بشكل كامل. قال رفضنا مواجهة البرازيل والأرجنتين ونفضل لقاء منتخب أفريقي. ده كلام الكابتن حسام بدري، إن هو رفض لقاء منتخب البرازيل والأرجنتين ونفضل لقاء منتخب أفريقي. أكيد طبعا لما أي مدرب أو أي مدير فني لازم يتعامل بالذكاء في الأول. البرازيل والأرجنتين منتخبات كبيرة جدا قوية جدا، مش لازم أول ظهور ليه يبقى فيه خسارة أو يبقى فيه لسه يعني استعجالا ألاعب منتخب قوي. نلاعب منتخب نحاول إن احنا نبني عليه، ودي أنا برضو معاه في النقطة دي. اتكلم عن محمد صلاح وقال ان محمد صلاح فخر للمصريين وبيتعامل بعقلانيه واتزان، وقال ان هو هيتكلم مع محمد صلاح بصفته نجم كبير جدا. قال ان انا هكون بالاتصال باللاعب الذي يعد فخر لكل المصريين، ساراجع كل الامور المتعلقه بازمه محمد صلاح او ازمات محمد صلاح الاخيره، واذا وجدت خطا سوف اقوم على الفور بتصحيحه. ده الكلام بالنسبه للنجم الكبير محمد صلاح.
عمرو الجناني او دكتور عمرو الجناني في المؤتمر تقديم جهاز المنتخب قال ليس لنا اهداف انتخابيه. ده كلام الدكتور عمرو الجناني. قال انه يتشرف بالتواجد وسط هذه المجموعه من اعضاء اللجنه الخماسيه والتي يمكن ان نطلق عليها مجموعه الكوماندوز والذي يعمل 24 ساعه. كل التحيه والتقدير لحضراتكم، وان شاء الله ترتقوا بالكره المصريه كما يجب ان تكون، وعايزين يعني ان شاء الله ترتقوا زي ما احنا عايزين، وزي ما احنا عايزين نشوف الاتحاد المصري بتاعنا ونشوف اللعبه الاكثر شعبيه في العالم كمان وفي مصر. ان شاء الله كل التوفيق لحضراتكم. قال هناك ملفات كتير بنعمل عليها كلجنة، وتم الانتهاء من تشكيل كل اللجان الاتحاد مثل المسابقات والانضباط وغيرها من اللجان. ده كلام الدكتور عمرو الجنايني. أشار الجنايني إلى اللجنة التي على عاتقها إعادة ترتيب البيت من الداخل. طبعا على عاتقك حاجات كتير جدا يا دكتور عمرو، وعلى عاتق كل اللجنة أكيد طبعا تحديات كبيرة جدا في ظل التحديات، أو بيكمل كلام، التي تواجه اللجنة. فاللجنة الحالية ليس لها أي أهداف سوى خوض انتخابات أو الكيل بمكيالين. كل هدفنا أن نعمل الصح. ده كلامه، وهذا هو بداية النجاح. كل التوفيق لحضراتكم مرة تانية، وإن شاء الله تكونوا عند حسن ظننا جميعا كناس عايزة تصحح المسار. قال كمان أو رد على فكرة التوازن بين الأهلي والزمالك في اختيار مدرب المنتخب الوطني. أنا تحديدا مش عايز أتكلم في النقطة دي عشان كلامي ممكن يزعل، فانا اقول خبر اقرا الخبر زي ما هو بيقول. نفى الدكتور عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه المشكله لاداره اتحاد الكره فكره وجود توازنات في اختيار جهاز منتخب مصر، موضحا ان هذا الامر غير صحيح على الاطلاق، حيث كان الاختيار قائما على عده معايير ووفقا للكفاءه. اخترنا ايهاب جلال في الاول، وايهاب جلال بعد ما اختير حصلت ضجة شوية كده، فاحنا قلنا يعني اللي استشفناه كشارع رياضي، قلنا خلاص بقى مش عايزين كذا، ومتأكدين الكابتن إيهاب هيرفض الكلام ده كله، ورفضوا فعلا واعتذر عن تولي مسؤولية منتخب مصر. الكابتن حسام البدري قال إن الاتحاد المصري اداني كل الصلاحيات ولم يتدخل في اختياري عن أي عضو من أعضاء الجهاز الفني. فبلاش علم. الكابتن حسام البدري قال تصريح مهم جدا، قال لست عدوا للنجوم ولم أرفض وجود عماد متعب في جهاز المنتخب. الخبر أن الكابتن حسام رفض وصفه بعدو النجوم. أنتوا عارفين طبعا اللي كان بيتقال على الكابتن حسام أنه بيقعد النجوم وأنه عدو النجوم والكلام ده كله، وبيرفض الكلام ده يعني شكلا وموضوعا، وبقول أنه لم يرفض وجود عماد متعب في التشكيل النهائي لجهاز الفراعنة. قال في تصريحات خاصة الإعلاميين بعد المؤتمر الصحفي لتنصيب مدرب للفراعنة، لست عدوا للنجوم، والنجوم سبب نجاحي في الأهلي، وقراراتي كلها تحترم النجوم وعلاقتي مميزة بهم، لكن مصلحة الفريق والعمل أهم من النجوم. كلام محترم جدا جدا، إن مصلحة الفريق والعمل أهم من النجوم، ويجب ألا نلتفت للمشاعر والعواطف في العمل. ماشي. وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، لم أرفض وجود عماد متعب في منصب مدير الكرة، فأنا من أحضرت متعب وهو طفل لصالح سليم، وقلت له هيبقى أحسن رأس حربة في مصر. من فترة كبيرة جدا يعني يا كابتن حسام، لما كان عماد طفل ودلوقتي وهو عنده حاجة و30 سنة، أكيد بالفترة دي تخللها حاجات كتير جدا جدا جدا. مش عايزين نتكلم في اللي فات بصراحة، وعايزين نبدأ في صفحة جديدة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وعايزين نقول إن كل الدعم للكابتن حسام البدري بصفته مدرب منتخب مصر، وكل الدعم لجهازه المعاون. ده دورنا كلنا كمصريين. الكابتن حسام البدري قال تصريح كمان يكشف حقيقة توتر علاقته بجماهير النادي الأهلي. شدد الكابتن حسام البدري، أقول لكم الخبر بالظبط، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني على قوة علاقته بجماهير الأهلي، رافضا ما يردده البعض بأن علاقته بجمهور المالد الأحمر متوترة على خلفية تجربته في نادي بيراميدز. قال من يتحدث عن وجود فجوة بيني وبين جماهير الأهلي غير مدرك لحجم علاقتي القوية مع جمهور الأهلي والذي صنع اسمي وتاريخي وخبراتي كلاعب أو مدرب. قال كمان أن بعض الأهلاوية قد يتدخلون معه أو في مناوشات على خلفية تجربته في بيراميدز، لكن هذا الأمر عابر وبسيط للغاية ولا يقارن بحجم علاقته القوية بالغالبية العظمى من جماهير النادي الأهلي، والتي يدين لها بالفضل فيما وصل إليه من نجاحات كبيرة.
تابع دائما ما ألتقي بجمهور الأهلي في الشارع وأتبادل معهم الحديث بكل ود وترحاب، وهذا ما يؤكد أن العلاقة قوية وراسخة ولا تقبل أي محاولات للتشكيك أو التقليل، ولم يحدث يوما أي انشقاق فيها. طب ما نجيب صورة النجمة الأول عشان نبعد بس عن أن أنا أعلق عن القصة دي. النجمة الكبيرة الصغيرة في السن لكن النجمة كبيرة جدا جدا، النجمة هنا جودة، كانت هنا في قناة الأهلي، وأنا بصراحة لقيت بطلة كده طالعة وحاجة تفرح ما شاء الله عليها، نجمة ذهبية كانت معاها بطلة، كان معاها ميدالية ذهب، وقلت لها لازم أتصور معاكي بقى لو تسمحي لي يعني يا آنسة هنا. فطبعا كانت صورة حلوة جدا، أنا ببارك لها، عملت إنجاز كبير جدا بالفوز على نجمة نادي الزمالك النجمة فرح عبد العزيز اللي عندها 27 سنة، عندها هنا عندها 12 سنة، وعملت إنجاز كبير جدا بالفوز على نجمة كبيرة بحجم فرح عبد العزيز المصنفة الثانية أفريقيا. ألف ألف مبروك للنجمة بتاعتنا هنا جودة، إن شاء الله تكسري الدنيا فيما هو قادم. أنا كنت مبسوط بها جدا والحمد لله، يعني هتكسر أرقام وتعمل إنجازات كبيرة جدا، ربنا يا رب كده بس إيه يدينا العمر عشان نشوف إنجازاتها بإذن الله. النجم محمد بركات بيقول عن بيسألوه عن راتبه، قال له والله ما أعرف كام. أنتوا عارفين محمد بركات بقى لما يطلع بره الجو الالتزام بيبقى طبعا عارفين يعني بيرسم الضحك على أي حد. قال ما أعرفش كام، لكن أنا بقول إن ممنوع تسلل أي فرد لمعسكرات المنتخب وغرف اللاعبين، وأتعهد بعودة الانضباط والالتزام. أحسن حاجة لما يكون حد عارف هو بيعمل إيه، مع احترامنا طبعا للجميع، مع احترامنا للجميع. بركات لعيب ذكي جدا، أو شخص ذكي جدا، بيعرف إمتى يهزر وإمتى يتكلم جد وإمتى ياخد الأجواء وإمتى يخلي الجميع ملتزم وإمتى يخلي فيه شدة وإمتى يخلي فيه ضحك. بركات شخصية ذكية جدا، وإن شاء الله ينجح نجاح باهر في منصبه ده. أحمد أيوب كمان بيقول سعيد بالتحدي الجديد مع منتخب مصر ونراقب جميع الأندية. ده أنا بقول لكم كده رؤوس اللي اتقال النهاردة في مؤتمر الإعلان عن المدير الفني لمنتخب مصر. في حاجات علقنا عليها وفي حاجات أنا التزمت الصمت فيها خالص، لأن ما ينفعش أتكلم فيها، ما ينفعش يعني كلام، لو اتكلمنا هتلاقوا كلام مضاد للصواريخ اساسا، لان اللي انا بقراه صواريخ طالعه بصراحه. بس يعني كل التوفيق وكل الدعم، احنا مننا كقناه اهلي وكنادي اهلي دايما دايما، قناه الاهلي والنادي الاهلي اللي احنا بننتمي ليه، دايما بندعم اي حاجه لمصلحه مصر، دايما في ظهرها ودايما مساندين، حتى لو كان حتى جاي علينا اي قرار، لكن احنا دايما مصلحه مصر فوق اي حد. واكيد احنا كاهلاويه او كمؤسسه كبيره بحجم النادي الاهلي دايما داعمين وفي ظهر مصر في اي مكان وفي اي زمان باذن الله. تعالوا بقى نروح لاخبار المعشوق بتاعنا النادي الاهلي. الاهلي النهارده قدم ميرانو على ملعب التتش. كريم جاهز يا جماعه ولا لسه؟ عايزين كريم علشان يطمنا يعني. يلا مع التليفون. طب يلا 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 بسرعه عشان نبقى كده الناس بيعيشوا معاه، وكريم بيوصف مع كل زمايلنا بصراحه، بيوصفوا التمرين بيخلوا الناس يشوفوه من كلامهم كمان. كان في تمرين النهارده على ملعب التتش في الساعه 4 اعتقد، ان شاء الله ان شاء الله الماتش يوم السبت ببرج العرب الساعه 8، مباراه بنستناها، بنفرح لما بنشوف النادي الاهلي حتى لو مباراه وديه، وانا عارف ان حضراتكم بتساعدوا قد ايه وبتستنوا يوم الماتش قد ايه يعني بفارغ الصبر عشان تشوفوا فريقكم وتشوفوا وصل لفين، تشوفوا التغييرات الفنيه، تشوفوا الشكل الفني، تشوفوا فايلر، تشوفوا نجوم النادي الاهلي لاعبته سواء اللي بيلعبوا او البدلاء، الجمهور اللي بيزين الاستاد حتى لو كان واحد او اتنين قاعدين في الاستاد، بقى منظر مبهج لينا احنا كاهلاويه، واكيد لكل اللي بيحبوا الكوره يعني وبيحبوا الرياضه عموما انهم بيفرحوا بشكل النادي الاهلي وبتشيرت النادي الاهلي. فايلر اجتمع مع الجهاز المعاون للتحضير لمباراه كانو سبورت، هو متعود ان هو بيجتمع قبل اي مباراه بالجهاز المعاون عشان يشوفوا التحضيرات هتكون شكلها ايه والدنيا هتكون شكلها ايه والترتيبات كل كبيره وصغيره معودنا عليها فايلر. انا قلت لكم ان هو بيتدخل في كل حاجه وده كويس جدا جدا جدا. كان في تقسيمه قويه. طيب يلا ناخد بقى كل التفاصيل من كريم زميل العزيز كريم احمد. مساء الفل يا كريم.
كريم معايا؟ كل التحية لك يا كابتن ميدو، وتحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. مساء الفل عليك حبيبك يا كابتن. يلا وصف لنا التمرين بقى عشان نعيش السادة المشاهدين في أجواء التمرين وكل اللي حصل فيه النهاردة. حتى عايز أقول لك الروح المعنوية لدى لعيبة النادي الأهلي وحالة التركيز لكل تدريب بتكون عالية عن تدريب اللي قبله، ودي يمكن راجعة بشكل كبير للأداء والجهاز الفني وحديثه المستمر مع اللاعبين، تحفيزهم المستمر. ونقطة كمان اتكلمنا عليها كابتن ميدو وبتتكلم عليها وهي جمهور النادي الأهلي. عايز أقول لك كل اللعيبة النهاردة، يمكن بعض اللعيبة بنتكلم معاهم كده قبل ما بينزلوا، مدى سعادتهم في وجود جمهور النادي الأهلي في المباريات الأفريقية، إن شاء الله يكون في مباراة الدوري، ده يعني مزود عندهم الحافز بشكل كبير جدا. بيقولوا لي يعني بيقولوا لي يا كابتن ميدو السعادة يعني والطموح اللي إحنا بنبقى نازلين دي أكثر طبعا من الأهلي، لكن جمهور المباراة الأخيرة ميدو مباراة الأهلي والزمالك والتحفيز المستمر ده اللي احنا بنتمناه. جمهور النادي الاهلي غير مع النادي الاهلي في الملعب، ان شاء الله باذن الله ال 5000 مشجع اللي هيكونوا متواجدين في مباراه كان سبورت باذن الله قاعد على قدر المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون موفقه في مباراه كان سبورت. النهارده التدريب خطط دي تدريب فني، الراجل بيحاول يصحح الاخطاء بشكل مستمر، مركز على التنفسات على الدفاع، تجهيز كافه اللاعبين، نقطه مهمه جدا في الفيديو. يمكن المباريات اللي سابقه كان في بيستبعد بعض اللاعبين، بيحاول ان هو يركز مع اللعيبه اللي هتفوز المباراه، لكن مع الاصابات اللي وقت الكبير اللي بيقابل لعيبه النادي الاهلي سواء مروان اللي بتمنى له طبعا الشفاء العاجل باذن الله، يعني محظوظ شويه مروان، الاصابه مش في رجله ولا اي حاجه، هي اصابه في الوجه، لكن ان شاء الله باذن الله مروان يعود سريعا لتشكيل فريق النادي الاهلي سواء الاساسي او المفضل. لكن اللي انا باكد لك عليه المنافسه الشرسه ومنافسه قويه جدا، الراجل حيره مع وليد ازارو وصلاح محسن، لكن وليد ازارو بنسبه كبيره وده اللي انا باكد عليه معاك يا كابتن ميدو اللي احنا شايفينه في ارضيه الملعب، التعليمات المستمره لوليد ازارو، الراجل عايز يشوفه بالفعل في مباراه كان سبورت. من الواضح ان وليد ازارو طبعا كاد هيكون في التدريب الاخير، لكن من الواضح ان وليد ازارو هيكون في التشكيل الاساسيه في فريق النادي الاهلي. بجانب طبعا يعني محمد محمود اللي بنتمنى له ان شاء الله باذن الله العوده سريعا جدا للتدريبات بشكل كامل، يعني هو في شكل تدريجي ماشي في سعد الكبير وماشي في محمد محمود، بيحاول طبعا الجهاز الطبي والجهاز الفني المحافظ عليهم تهيئهم ظهورهم كمان، ده مهم جدا يا كابتن ميزو ان المدير الفني انا مش سامعك يا كريم. طيب نرجع لغايه لما ناخد كريم تاني يا جماعه. تمام لغايه لما كريم، او كريم بصراحه قال يعني معظم تفاصيل الفنيه للتمرين، وطمنا على مروان محسن وطمنا على وجود وليد ازارو في التشكيله الرئيسيه. كويس ان كريم لفت نظر حاجه كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيها بصراحه، اللي هي التدوير ليه مفهوم كبير جدا. مش معنى ان انا بعمل تدوير ان انا يعني بقعد لعيبه بقى وبلاعب لعيبه وان انا اللعيبه مجهده، خالص مش معنى ان انا بدور يعني في لعيبه مجهده وعايز اريحها خالص. التدوير ليه هدف واحد، ان كل اللعيبه تبقى جاهزه. مش لازم انا يبقى عندي لعيب مجهد علشان الاعب لعيب تاني خالص. التدوير ان انا كل اللعيبه اول ما اقول مروان الاقي مروان بيديني ال 90 دقيقه ولا 40 دقيقه ايا كان الوقت كانه جاهز بالظبط، ازاره كانه جاهز بالظبط، كانه بيلعب. ان انا احسسك كمشاهد او متابع نادي الاهلي او مشجع نادي الاهلي ان كل اللعيبه فورمتها واحده، هو دي سياسه التدوير او ده الهدف من التدوير. مش لازم مثلا وليد ازاره مجهد يبقى انا لاعب مروان عشان اصل مجهد، اصل احنا لعبنا الماتش ده فالماتش اللي جاي بعديها بيومين الاعب ناس علشان الناس دي خالص. تدوير هدفه في الاول وفي الاخر ان انا كل الناس تبقى جاهزه. اول ما شفنا جونيور اجايي في مباراه الزمالك لما اعلن تشكيل جونيور اجايي، ازاي جونيور اجايي معقوله؟ ما كانش حد متوقع خالص جونيور اجايي، وجونيور اجايي كان نجم المباراه. فاحنا المقصود ان احنا نسيب المدرب يشتغل ونسيب المدرب يبدع، المدرب لازم يبدع، لازم يبقى عنده فكر تاني خالص غير ان انا عارفين اسوء حاجه ايه؟ ان احنا كجمهور نبقى عارفين المدرب ده هيعمل ايه؟ اسوء حاجه بالنسبه لي، لان المدرب لازم يبقى مختلف خالص عن الجمهور، لازم يبقى ليه فكر، ولازم يبقى ليه لمسه، ولازم يبقى ليه حاجه مفيش حد عارفها خالص نعرفها بعد مثلا 3 4 ماتشات، يقول لك والله انا كان هدفي ان انا اعمل كذا، انا كان شكلي ان انا ممكن اخليه كذا، انا كنت بعمل بحط جونيور اجايي عشان افضي من وراه مساحات. اتكلمنا امبارح في القصه دي، مش عايزين نقعد نعيد الكلام فيها تاني.
مش معنى ان انا عندي لعيب نزل وكان غير موفق في لمسه او لمسين او باص او باصين او حتى شوط ان انا اروح مطلعه. الانديه الكبيره ما فيهاش الكلام ده يا جماعه. جيراودو كان نازل، بقول لكم بصراحه كان في عنده ميس باص، كان الراجل كان بعيد شويه، لكن بعد كده اتظبط ظبطه كبيره جدا ورقص واحد واثنين وحط انفراد للجون، مش عارف كان لمين، كان خلى واحد ضد واحد انفراد. يعني بتكلم بالمعنى العام، مش عايزين نستعجل، مش عايزين ناخد الامور بسرعه. لا، جيراودو عمل باص وحش يطلع، مروان مش عارف عمل باص، ازاي جونيور اجاي يلعب، ازاي ازارو مش عارف يعمل ايه. يا جماعه لازم نسيب الراجل يشتغل خالص، لان كل حاجه بتوصل، كل حاجه بتوصل. خلينا داعمين وخلينا مساندين في شكل جديد جدا في النادي الاهلي، والله العظيم في شكل جديد جدا، في شكل ان الفرقه كلها بتهاجم، الفرقه كلها بتدافع، وده صعب قوي قوي ان حد يعمله ويقنع اللعيبه بيه في وقت قليل. يعني ايه وقت قليل؟ شهر شهرين ثلاثه اربعه في الكوره قليل بالنسبه للمدرب عايز يقول سياسه في الكوره. اربع شهور قليل، خمس شهور قليل، خلي بالكم كمان. لازم اخد وقت طويل جدا عشان اخلي فرقه تدافع وتهاجم، تخيلوا، عشان اصحح تمركز لاعب، عشان اقنع واحد زي رمضان صبحي ان انا اخترق من العمق، لان رمضان صبحي عشقه ان هو بيلعب على الاطراف. ان انا اقنع رمضان صبحي واغير له طريقته واخليه حابب ان هو يروح للعمق، ان انا اقنع اللعيبه ان انا هلعب جونيور اجاي في وجود مروان وفي وجود صلاح محسن ومش عارف مين وهم قاعدين مبسوطين جدا، لا، في موضوع بيحصل في الاهلي وفي شكل جديد ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نشوفه ونشوف اكتر واكتر كمان في المباريات اللي جايه. بس مش عايزين على طول، احنا بقى قاعدين بقى سنين سناننا، انا بكلمكم انا واحد منكم، انتوا عارفين لما بيكون في حاجه بنبدا نقول يا جماعه في كذا وكذا. لكن بصراحه في حاجه ايجابيه وحاجه ايجابيه كويسه جدا، واتكلمنا عن فايلر اول ما اختير فايلر للسيفيهات ومش عارف ايه، الموضوع مش كده خالص. قلنا او انا شخصيا كمان انا بحب حد يجي متعطش انه يعمل حاجه، بيدور على نفسه انه يعمل حاجه، عنده فكر وعايز يطبقه فعلا. لكن انا اجيب واحد بقى حاطط ايده في جيوبه وان انا جاي بقى يعني منن عليكم ان انا جاي مصر بقى وانا مدرب كبير، احنا مش عايزين كده في الاهلي. احنا عايزين واحد فعلا يعمل لمسه ويشتغل ويجري في الملعب ويبقى مع اللعيبه وتحس ان هو طالع عينيه في الملعب عشان يفهم اللعيبه حاجه، وده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا حاسينه لغايه دلوقتي. كل التوفيق للجهاز الفني وان شاء الله احنا وراه وبندعمه، وعمل لنا شوطين او اكتر كمان تحفه التحف في الكوره، تحس انت تتفرج على فريق عالمي فعلا. الاهلي كان فريق عالمي في مباراه الزمالك وفي بعض اوقات مباراه سموحه في ظل الضغط وفي ظل العدد اللي كان ناقص وفي ظل حاجات كتير جدا، الحمد لله اللي حصل في هذه المباراه. كل الدعم للجهاز الفني والفايلر واحنا وراهم، باكد تاني وتالت ورابع ده المطلوب مننا. مؤمن زكريا كان في النادي الاهلي النهارده بعد العوده من المانيا، ومؤمن زكريا بيقول انتظر رد الاطباء الالمان لتحديد برنامج علاجي. يعني ان شاء الله ان شاء الله يرجع وحش زي ما كان، يرجع مؤمن زكريا اللي احنا عارفينه، ان شاء الله مفيش حاجه بعيده عن ربنا، وان شاء الله تبقى زي الفل يا مؤمن. واحنا كلنا يعني انت شفت كانت ثوره على مؤمن زكريا، ثورة حب، ان شاء الله يرجع بسرعه كمان للنادي الاهلي. دي كانت معظم اخبارنا مع حضراتكم، هيكون معانا بعد الفاصل النجم الكبير الكابتن هشام زكريا. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم الكابتن الكبير كابتن هشام زكريا اللي انا بحبه شخصيا يعني، وطبعا هو يتحب بادائه في التدريبات وادائه في الفرق اللي مسكها منتهى الاخلاص ومنتهى الجديه، لكن هو ده الطبيعه يا كابتن. يعني مساء الفل عليك الاول. مساء الفل عليك كابتن ميدو، عامل ايه ومنور الدنيا؟ مبسوط اني معاك دايما، بتنورنا هنا في قناه. لا ده انا اللي بتشرف بيكوا دايما، ربنا يخليك. شرف ليا، ربنا يعزك. يعني طمنا عليك برضو. الحمد لله، الحمد لله زي الفل. لسه ما فيش جديد في الساحه الرياضيه بالنسبه لي. ما جديد دي بتاخد فتره شويه، اكيد حضرتك عارف في المجال، انت حضرتك في المجال وعارف يعني مجال المدربين صعب شويه، وارد ان يحصل فتره كبيره جدا كده، يمكن انا كمان كنتش متوقعها،
ولكن كنت ما كنتش متوقعها بعد الشغل اللي انت عملته والاداء اللي انت اديته. بالظبط، يعني انا كنت برضو يمكن كلمه قلتها كذا مره، انا متخيل ان ادائي وشغلي هو اللي يتكلم عن المدرب، ولكن طبعا مش عايز اخد في القصه دي عشان خاطر بقول عشان ممكن عشان هو قاعد دلوقتي ما بيشتغلش، ولكن لا، الموضوع الصحوبيه اكتر والعلاقات اكتر، وعلاقتك بالوكيل، علاقتك برئيس النادي، علاقتك هي دي القصه اللي بتبقى البونس الاهم من انت شغلك فين. بس طب ليه ما بتكلمش وكلاء؟ يعني شايف الموضوع من اي زاويه؟ يمكن عشان انا كان بتعامل مع نادر، كان هو يعتبر الوكيل بتاعي او اللي انا على طول استشاراتي معاه وبكلم معاه. نادر برضو احنا قعدنا فتره كبيره جدا مع بعض من ايام ترن اوت بلجيكا، فتقدر تقول ان عارف كنا عاملين شغل كويس، فكنت مستمتع بالشغل معاه وهو كان مستمتع بالشغل معاه. بصراحه طالما ذكرت نادر، يعني هو عامل تحس ان هو ناقل نادي اوروبي في الجونه. بص، الامكانيات بتبقى عامل مهم جدا جدا لتنفيذ فكرك. تمام. ونادي الجونه عنده الامكانيات دي وعنده الفكر ده وعنده الناس اللي تقدر تسخر لك الـ 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 الحاجه اللي انت عايزها. تمام. فدي حاجه مهمه جدا. طبعا يمكن عشان اكون امين برضه، ما كانش موجود التطور المالي وانا ماسك، ما كانش فيه التطور المالي الكبير اللي موجود دلوقتي. بالزبط. عشان اكون ولا بالزبط. حتى في يناير بالزبط. يعني حتى ولا السنه اللي فاتت في يناير كان حصل التطور اللي كان موجود في يناير السنه اللي فاتت، ولكن هم عايزين، عندهم دلوقتي طموح كبير، بينفذوا مشروع كبير، بيحاولوا يطوروا نفسهم بشكل جيد. اتمنى لهم يا رب التوفيق، والتوفيق لكل الانديه. طب نكمل بقى، حضرتك كنت بتتكلم ان انت عشان كنت بتحب نادر او عارف شغل نادر كان ايه، ايه المانع بقى ان انا اروح تاني، ان انا ادور تاني؟ هي انت شايفها بتقلل منك مثلا تتكلم وكيل اعمال؟ هي مش تكلم، او مش هي ما بتجيش كده؟ المفروض ما تجيش كده. المفروض يعني بس المفروض احنا ما عندناش مفروض. يمكن انا مثلا في حياتي بقول مثلا ايه، ما بتقابل واحد زي ماجد سامي ده بتبقى كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان يحط لك في طريقك واحد يؤمن بموهبتك. فده حصل في بدايه حياتي. جميل. لما تلاقي واحد تاني زي نادر يؤمن بالموهبه بتاعتك في المجال ده، برضه حاجه كويسه جدا، بتريحك. زي ما اقول لك ايه يا كابتن ميدو، بتلعب في النادي الاهلي وتلاقي نفسك بعد ما تخرج من النادي الاهلي ايا كان النادي التاني هتحس فيه فرق كبير. هتحس فيه فرق بالظبط في التعامل، في الكلام ده كله. بالظبط. هنقول الانسجام بينا كان كبير جدا، فبالتالي انا كنت مرتاح وبشتغل وانا مرتاح. كمان وجودي وانا جربت الشغل في انديه عرفت العقليه بتاعتها عامله ازاي، بتصطدم بمشاكل كتير، فهو كان خلاص فاهمك وعارف انت وضعي. الدنيا مش هتقف، يعني هي الدنيا مش هتقف، ولكن انا دايما شايف حاجه، نادر لما شاف ان عندي هشام الموهبه دي كلمه وقال له عايزين نعمل مشروع في الجونه كذا كذا. تمام. كذا. فالطبيعي ان الوكيل اللي يكلمك مقتنع بيك، مقتنع زي ما في لعيب، انا مكتشف لعيب في الدرجه الثانيه في الدرجه الثالثه، فبتروح تمضي معاه. تمام. عشان اوصلك او ارسم لك الهيكله بتاعتك خلال طريقك. تمام. واحط لك البناء اللي هتمشي عليه، فده الطبيعي. تمام. لكن ان انت هتكلم وكيل، انا شايفها فيها برضه تقليل وشان كبير جدا جدا جدا، الا لو كان النهارده في سابق معرفه، في عشم، في ود، فدي ما فيهاش مشكله. انا عارف، انا عارف شخصيتك، لكن هي قصه برضو. لا، انا دايما احب، انا سلعه عايز تكون مطلوب واتعرضت، فانت بقى من خلال انت عايزني ولا مش عايزني. وبعدين في ناس بتستغل جدا جدا ان انت مثلا تكلمه، لا عارف اللي هو بقى ايه، ممكن يحطك في حتت انت ولا التيب بتاعك ولا مكانتك ولا وضعيتك ولا اي حاجه. يعني انا فاكر مره وكيل كلمني، والله مش تقليلا من شان حد، يعني مكالمتين، يا كابتن الموضوع كذا 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 كذا. قلت له والله لو المشروع كويس نتوكل على الله، مفيش مشكله خالص ومفيش مشكله والكلام ده كله، وحد يعني مش هقول. تمام. تاني تالت مكالمه، هشام اخبارك ايه؟ من غير حتى شوالي. عارف يعني، بص وما بزعلش خلي بالك، يعني عادي ما فيش مشكله، بس انا عايز اقول لك الدنيا ايه تمشي ازاي، اللي هو ايه يعني بعد كده ايه، ابدا بقى تنازل وابدا تقبل اي حاجه
وبقول لك ايه، هتشتغل ولا مش هشتغل. وخلي بالك برضو بعض، ربنا سامحني الا من رحم رب، بعض المدربين مقلله قوي من شاننا. اكيد اكيد في التعامل، أكيد. في الـ في الـ في الـ في المعادلات اللي بيستخدمها، في البالانس اللي بيخليه متوازن عشان خاطر الامور تمشي. في امور ما ينفعش فيها يميدوا التوازن خالص. انت كمان كمدرب اتنازل مره في حاجه، ان انا ماشي، ما ان انا مثلا ايه نستحمل، ولكن عارف ان الصح هو اللي هيمشي، لكن ان انا افضل مستحمل وبعد كده تبدا بقى ايه اتنازل 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 لحد ما تلاقي نفسك في حته تانية خالص والمشروع بتاعك صفر. صح، المشروع بتاعك صفر. صح، دي حقيقه. بس دي حقيقة. فاتمنى يا رب توفيق الناس كلها ان شاء الله باذن الله باذن الله. تعالى نروح للحدث النهارده. الحدث كان الاعلان عن مدير فني المنتخب مصر كابتن حسام بدري. شفت الموضوع ازاي؟ شفته طول؟ شفته هنتكلم قبل ما يعلن الاسم، وكان انت بتتوقع مين او كنت نفسك تشوف مين؟ طيب انا مثالي كنت هنا عندكم واتعرض على الاسامي، قلت لا احنا الوقت ده محتاجين مدير فني اجنبي. تمام. قلت لهم في اشد الحاجه المدير فني من الصف الاول، التصنيف الاول. دلوقتي احنا في دروب كبير جدا بعد كاس عالم، بعد كاس ام، ده الكلام كان بتاع بالظبط. فمحتاجين حد ينتشلنا او ياخد لنا بقى ايه قاعدة عريضة ما فيهاش توازن تماما، يجي يقولوا له حاضر ونعم حاضر ونعم حاضر ونعم، ويأسس بقى من منتخباتنا الشقيق لمنتخب اولمبي، يشتغل 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 ويأسس لنا الموضوع من تحت. تمام. احنا دايما بنبني فوق وبننسى تحت. تمام. يعني بنيجي ندور بندور بننسى حاجة اسمها أساس، هو الأهم حاجة الأساس. تمام. خلاص احنا دلوقتي في أمر واقع، ده كان رأيي. استثنيت كابتن حسن، قلت لا كابتن حسن اللي عمله كفايه. انا لا مش كفايه، هو الراجل يعني توج عليه اللي عمله كبير قوي، فانا مش عايز اي حد. واحنا دلوقتي بنتصيد اخطائنا، يعني انا في اتنين اللي عملوه لمصر كتير، كابتن جوهري كابتن حسن شحاته، فلا دول ما حدش يمسهم بحد. ما ينفعش نرجعهم تاني وممكن ما يحققش خالص. لا عشان خاطر احنا دلوقتي كمان في مشكله عندنا كابتن ميدو، احنا بنتطول على اي رمز. ما انا معاك جدا، اي رمز كبير صغير، لا 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 ما عندناش دلوقتي مشكله. حريه الراي. هو ليه يا كابتن كده؟ بقينا ليه كده؟ من ساعه اجيبها من الاخر، من الاول، من ساعه ثوره يناير بقى فيه حريه راي بتوصل لقله الادب، بتوصل لقله الادب. من ساعه ثوره يناير ده اللي حصل بالظبط. بقى اكون واضح، بقى فيه ما بقاش فيه حياء يا كابتن. لا ما فيش حاجه خالص. لا ما فيش حياء، الحياء اللي احنا كنا اللي هو من الصغير للكبير، ومن الصغير ومن الراجل للست الكبيره والراجل الكبير، الموضوع ده اتلغى. تحس ان خلاص الموضوع خلاص، احنا كلنا زي بعض ومحدش له عندي حاجه. وبص الجيل اللي طالع الوضع بالنسبه له عامل ازاي. من امن العقاب يا كابتن؟ ايه؟ من امن العقاب اساء الادب. وانا معاك مليون في الميه. وانا معاك، لازم يبقى في عقاب وعقاب رادع للاحترام. احنا بقى في عندنا، فعشان كده انا شلت الكابتن حسن شحاته من المستوى. خلاص قلت خلاص احنا في امر واقع. دوروا على كذا حاجه، وطبعا هم كانوا اتحاد الكره ظريف برضه، كان بيرمي بالونات، مره كابتن ايهاب جلال، مره كابتن حسام حسن، مره كابتن مين تاني؟ حسام حسن، حسام بدري، كابتن حسام حسن، في حد جلال، كابتن ايهاب. ونشوف الجو هيمشي ازاي والوضع الخارجي السوشيال ميديا هتقول ايه. وفي الاخر هو من الواضح ان هو كان في ترتيب لكابتن حسام. انا شايف كابتن حسام عنده مهمه صعبه جدا، وان كنت شايف ما كانش في ترتيب. خلي بالك هو كان في ما احنا خلاص يعني انا حسيتها ميدو من ساعه ما قدم استقالته في بيراميدز. احنا اتكلمنا مع ايهاب جلال واتفقنا. خلي بالك لا انا الكلام ده الكلام ده اكيد الكلام ده اكيد اكيد. انا عارف ان انت في الاعلام فاكيد. أنا لا انا ماليش انا مصدري الشخص. تمام على طول. ما بقولش كلمه غير لما اكون سامعها بوداني من مصدر موثوق منه. وحصل اختلاف. حصل اختلاف. حصل اختلاف بقى في السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا فده طيب. اللي انا زعلان منه جدا. ما هو يبقى انا اذا برضو كلام حضرتك صح وكلامي صح، ان انا بقول ان احنا كنا بنرمي دايما بالونه اختبار، ومن خلالها نقدر نقول ايه اللي حصل. المرشحين اهو عندنا فلان، ايه رايكم؟ خلاص مبروك فلان اللي مسك. تلاقي الدنيا دب 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 دب، مش عارف السوشيال ميديا ايه اللي حصل. يعني مش عارف احنا ايه الفيسبوك. الفيسبوك اللي دلوقتي بيسيطر واحد بعيد تماما بيحصل، يعني مع احترامي لاي حد، يعني مش قصدي اي مهنه، وبيتدخل في الاعلام الرياضي، بيتدخل بيكلم في الكلام الرياضي ومؤثر، والدنيا تمشي وراه ومش عارف ايه، ويكلم وهو اصلا ليه اجنده بيجري وراها لحد معين. بغض النظر اللي حصل حصل. دلوقتي كابتن حسام بدري مسك،
كابتن حسام البدري لازم الناس كلها تبقى وراه. اصل خلي بالك احنا بنقول الكلام ده كلام في العموم مش كلام يعني مش هنتكلم على اتجاه معين بس احنا بنتكلم في العموم. كلامك اللي انت بتقول ده مهم جدا في العموم مش في الرياضه بس، بس طبعا احنا مش هنخوض في الكلام قوي. أنا رأيي لكن كلامك صح جدا. انا كان رايي البسيط ان انا رايي كاتحاد بس ميدو بأميدو بس ميدو بأميدو انا لان انا مقتنع بس زي ما انا مقتنع يا كابتن هشام احنا برضو صدرنا حاجه وشكرا بس احنا صدرنا حاجه ان محمد فضل ليه توجه وان جمال محمد دكتور محمد علي ليه توجه وان الجنايني ليه توجه. صدرنا كده او بلاش توجه يعني ليه مدرب عايز مدرب ده عايز فلان وده عايز فلان مش عايز فلان فاهم ده كله في الغرف المغلقه واحنا استقرينا عارفين خلاص ولا السوشيال ميديا ولا الاعلام لا قررنا بالزبط. احنا اللي بندير وشايفين الصالح العام وبندور على الصالح العام. دلوقتي انت خدت قرار بكابتن حسام البدري ربنا يوفقه ربنا يكرمه كلنا كل الدعم ليه طبعا كل الدعم ده كل الدعم والاعلام وكل طبعًا. الناس وراه اللي هو ان انت دلوقتي مصر زي ما كلمه مصر بنلغي كل اللي ورا بالظبط اللي زعلان اللي متضايق اللي مش عارف ايه ربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله هو وجهازه ويعملوا حاجه لان هو كمان بقول لك احنا خارجين من دروبين مش مستحمين مش مستحمين ربي يا رب يوفقه ان شاء الله ونسمع عن منتخب مصر حاجه كويسه الفتره دي نستحمل بس يبقى في بلان اكيد بس هو اكيد هو مقدمه هو انت النهارده متخيل ان خمس مدربين قعدوا مع اتحاد الكوره انا ما اعرفش بس انا عقليتي البسيطه ان كل واحد مقدم المشروع بتاعه ما تقليش انت شفت هولندا ما تقليش لما كان ما تقليش لان احنا ما يعني لا ازاي يعني مثلا هولندا انا اخر مدرسه منتخب هولندا خمس مدربين او ست مدربين او 10 مدربين كل واحد داخل بالمشروع بتاعه في الحته دي انا عامل كذا في الحته دي انا عامل كذا في الحته دي عامل كذا وهطور من كذا وهشتغل كذا وهصعد كذا وهنا وصولي لكاس امم هوصل لكذا وكاس عالم هوصل لكذا في انا اسف يعني في ناس متعوده على كده لكن احنا مش متعودين على كده خالص احنا متعودين نجيب حد مدير فني اجنبي لا ده مش تعود يا ميد ده انا بتكلم على ا ب لا ما هو ا ب انا بتكلم على ا ب ا ب النهارده انا بناقشك في المشروع بتاعك كاتحاد كوره مفيش اذا كنا احنا كنا نختار مدير فني وبعد كده لقينا الدنيا متلخبطه شويه لا قلنا لا مصطفى كمال لا وحمد ابراهيم لا فطبعا الكابتن ايهاب جلال انت عارف الكابتن ايهاب شخصيه محترمه جدا قال يا جماعه ده جهازي اللي بنجح بيه اسباب نجاحي فخلاص شكرا ثاني يوم خلاص الكابتن حسام بدري فمين محضر بقى يعني كابتن حسام اصلا ما كانش اختيار اول طب مين محضر بقى الكابتن حسام اختيار اول خلاص اديله وقت بقى يشتغل ويفكر ويعمل والله انا 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 بتكلم في الف ب وانا بعمل مشروعي مثلا لفرقه عايزه تصعد لفرقه في الدوري الممتاز فبالك انت في منتخب فانا متهيألي ده الطبيعي اللي حصل مع الخمس مدربين ده الطبيعي وبعدين قصه بقى الجهاز انا عايز افهم الناس حاجه هو مين في الاخر اللي هيشيل الطين وهيشيل قراراته ما هو المدرب فالنهارده لما تيجي النهارده تقول لي ايه لا لازم خد ميدو وخد هشام وخد ابراهيم هو ما كانش كده يا كابتن هو ما كانش كده هو لما لقى الدنيا صعبه جدا في السوشيال ميديا فبدا لا انا مش عايز ده ومش عايز ده بس من حق برضو اهاب ان هو ياخد الجهاز بتاعه من حقه ده جهازي انا اللي هتحاسب فمن حقي ان اخد جهاز مش شرط النهارده قلت لك يمكن انتوا بتتقبلوني بصدر رحب في القصه دي ان انتوا قناه حياديه مشكله في توازن لازم في التوازن حتى في المنتخب يا كابتن ميدو للاهلي والزمالك مش للكفاءه وهنا مش تقليلا من شان حد بس انا النهارده مش شرط هشام كان لعيب كويس يبقى مدرب كويس طبعا النهارده انا بدور على كفاءه طبعًا. النهارده مستر مانويل راح او الناس اللي اكتشفت ميدو من نادي الكهرباء الاسماعيليه ملوش توجه انا النهارده شايف في كفاءه هنا طبعا فالكفاءه دي لازم تنتقل في حته ثانيه بالظبط إيريك فان هاج اللي هو المدرب بتاع اياكس مدرب درجه ثانيه وبعدين لعب في نادي دوره ممتاز سنه او اثنين خلي بالك في هولندا هقول لك على حاجه يعني تصديقا لكلامك اتفضل احنا كاهلي لما قالوا ايهاب جلال معظم الاهلي عارفين ان ايهاب جلال مدرب كويس ودي ما تقللش من شانه حتى بالزبط. ان هو او مش اترفض ان هو ساب المنتخب مش ما تقللش ان هو عامل شغل كويس جدا ولكن ايه قصه ان انا النهارده بتكلم دلوقتي في قصص لا لازم يكون لاعب اهلي وزمالك لازم يكون من اهلي او الزمالك لازم في توازنات لازم النهارده مش منتخبات انا شايف القصه دي والله العظيم منتهيه والله العظيم يا كابتن هشام انا كواحد انتميت لنادي اهلي والله الاهلي عمره ما فكر في حاجه زي انا معاك بص انا ممكن يكون هو عايز يجامل الاهلي لكن الاهلي انا كنت قبل ما اروح للنادي الاهلي كنت فاهم الكلام ده خلي بالك أيوه. انا كنت رايح الاهلي بياخد كل حاجه والاهلي بيعمل كل انا رحت قلت ايه يا جماعه ده فين الكلام طب اللي بيتقال
والله العظيم وبحلف لك بالله العظيم صادق صادق. وانا لكن ممكن بقى حد بيحبك قوي فعايز يكون مثلا حد متواجد النادي، لكن طبعا لازم تبص المصلحه العامه. كابتن فين؟ ميدو اتفضل. النهارده اما كابتن ميدو ساب النادي الاهلي وراح للاعلام، اكيد النهارده مشروع الاعلام اللي في النادي الاهلي شاف ان ميدو ده هو مواكب للمشروع بتاعنا اكيد، فهيقدر ينفذ الشغل بتاعنا اكيد. عشان كده ارجع تاني للاياكس، لما فكروا في الراجل ده ما فكروش النهارده من حد يبني اياكس، انت عارف مستوى الليفل 1 وهو رقم 1 في هولندا، ما فكروش في مدرب ابن النادي، ما فكروش في مدرب لعب في اياكس او لا، راح جاب النهارده مدرب عنده مشروع وهو هيمشي هيواكب المشروع بتاعنا بالظبط. التيكي تاكا اللي هو كان بيشتغل بيها كرويف وهو من زمان، فجاب راجل يشتغل عشان ابدا احضر من تحت واشتغل بتحت، اللي هو الشكل اللي بيشتغل بيه تكيس في وادي دجله مع الفارق طبعا، مع الامكانيات هناك كملاعب وكاشخاص وكا 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 حاجات كتير جدا جدا، بس هو تنفيذ للمشروع. فدجله جاب الراجل ده عشان خاطر بيواكب المشروع بتاعه، فلما فكروا ما قالوش الراجل ايريك فان هاج ده اللي هو لعب في اياكس، هل هو من ناشئين اياكس؟ هو كان ولا له دعوه خالص بالظبط. فهو ده لازم الفكر اللي احنا ده شكل اياكس ده لازم نفكر فيه بالزبط. وانا عشان كده انبسطت في يوم من الايام بغض النظر عن ان نادي الزمالك فكر في كابتن جوهري وجاب الكابتن جوهري، ونادي الزمالك فكر في كابتن حسام البدري. قصه النهارده هي قصه النهارده مدرب اللي نجحني وعنده مشروع بالظبط، الله ينور عليك بالظبط. فهو ده لازم يشتغل فكر بالزبط. الراجل ده ماشي مع فكر المشروع بتاعنا عشان بعد كده ما اقعدش اشتري لعيبه من بره واقعد افكر لعيبه من بره، يبقى عندي برضو الهيكل الاساسي من ولاد النادي اللي اقدر استثمر فيهم بعد كده. اياكس النهارده بقى اتنين لعيبه بمبالغ طائله، واحد برشلونه وواحد يوفنتوس، دي ليخت ودي يونج بالظبط، حاجه محترمه بمبالغ طائله يقدر يشتغل يستثمر فيها، وهيطلع 20 واحد زي ده وهيطلع مش هامم مش فاكر، وصعد لمجموعات الشامبيونز ليج وبينافس على الدوري ما تاثرش، لانه عنده الشكل واحد التكتيك واحد ماشي على الناشئين كلهم. انزل انزل ابدع لي بس انت حافظ على شكلي بالظبط، الله ينور عليك ابدع رأي. يعني طور لي شكلي كمان، هقول لك اهلا وسهلا بس ما تبعدنيش عن الشكل العام لما يكون عندنا شكل اساسا. عموما احنا كنا مبسوطين فعلا ان نائب جلال كان هيكون مدير منتخب مصر، ودلوقتي كل الدعم مبسوطين لكابتن حسام بدري كواحد من ابناء النادي الاهلي ان هو دلوقتي بيقود المنتخب المصري، وكل الدعم والتوفيق لكابتن حسام وجهازه الفني. ايه المعوقات اللي ممكن تقابل كابتن حسام بدري يا كابتن هشام؟ انا متهيألي لا، هو هيحط شروطه او حط شروطه اللي هيشتغل بيها، وقدم لهم الهيكل او المشروع بتاعه اللي هيقدر يشتغل بيه الفترات اللي جايه. انا مبسوط كمان لحاجه ومتهيألي هيتنفذ له، ليه؟ لان انت عندك النهارده اتحاد كوره جديد عايز ينجح بالظبط، عايز يعمل حاجه تفرق عن اللي فات. دايما انت عارف اللجنه الخماسيه لا الغربال الجديد كمان اللي شده عايز يعمل حاجه ما اتعملتش اللي فات. طبعا احنا بنشكر اتحاد الكوره القديم، عمل اللي يقدروا يعملوه في حدود الامكانيات في حدود الوضع ايه ما نعرفش قصه ايه، ولكن هيجتهدوا كتير جدا، ومتهيألي هيقدم له كابتن حسام الدعم اللي يقدر من خلاله يعمل تصفيات كاس امم كويسه، تصفيات كاس عالم كويسه. كمان عندنا لازم اهني اتحاد الكوره في قرار خده حسام الزناتي، اكيد مش عايز اقول لك السنه اتعاملت معاه. حسام كان من ضمن الاسره بتاعت نادي الجونه، كان مدير التعاقدات، حاجه احترافيه ما شاء عايز الله. اقول لك مش موجوده هنا ما شاء الله، ده المطلوب، ده اللي احنا عايزينه، حاجه الله. مش موجوده هنا، وده اللي احنا عايزينه، حاجه مدرسه نظيفه قوي، فير قوي، جميل قوي، جميل جدا. كمان التنظيم بتاعه هتشوف السنه دي التنظيم ده، يا رب بس يا رب يوفروا له التصحيحات الامن والاستادات والكلام ده كله، هيعمل لك دوري نظيف قوي، وهو ده من خلاله هيقدر يعمل توقفات كويسه للكابتن حسام، من خلالها هيقدر يشتغل بالناس. جميل قوي، وهو مطلوب منه الشفافيه بس يا كابتن، يعني مطلوب منه ان هو ما يتنازلش، وشفافيه، يا جماعه والله انا المفروض اعمل كذا وكذا وكذا، وكان عندي حاجه منعتني كذا وكذا، عادي جدا عادي جدا يطلع يكلم الناس. انا متقلي عنده احلى حاجه، وعايز اقول لك على حاجه، انا دايما اقول حاجه، لو اتضغط عليك واتنازلت مره خلاص شكرا، دي البدايه بس، احتراما مع السلامة. السلام عليكم بس، جميل قوي، احتراما السلام عليكم. في ناس ظلمت كابتن عامر حسين كتير جدا السنه اللي فاتت، انا عايز اقول لك مفاجاه، كل الناس كانت موافقه على كل التوافق ان في بطوله عربيه وبطوله افريقيه، وكان كل وان الدوري هيبقى دوري طويل الامد وافق بس العب الدوري،
انا اصل انا عارف الحاج عامر حسين شخصيا يعني. ما انا بقول انا عارفه شخصيا وكل الناس وافقت. ايوه طب هو الكلام ده طلع قاله. طب انتوا بعد ما وافقتوا ايه الهوجه اللي انت عملتها دي كلها؟ وايه القلق وايه 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 وإيه؟ بس خلاص انت عارف واخبالك في وقت كده الهوجه بتيجي تاخد الاخضر واليابس. لازم الاخضر واليابس. لازم يا رب التوفيق وان شاء الله باذن الله هتبقى اتمنى تبقى الخير اللي احنا بنتمنى كلنا. يا رب يا رب. الجهاز الفني المعاون للكابتن حسام البدري محمد بركات مدير منتخب، معاه طارق مصطفى مدرب عام، احمد ايوب مدرب عام، معاهم سيد معوض وايمن طاهر كابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى. طيب اقول حاجه هنا برضو. قول لي. كابتن احمد ايوب لان انت انا ما كنتش عارف موضوع قصه كابتن ايهاب، يعني عارف يعني قصه كان في شرط جزائي، كانوا صدروا مشهد ان في شرط جزائي انا وصعب بقول لك الحاجات الحقيقيه. لو المبدا ده كابتن حسام هو جاب جهازه اللي هو كابتن احمد ايوب اللي بيشتغل معاه بيرتاح معاه وحقه، جاب كابتن سيد معوض، جاب كابتن بركات، كل طارق مصطفى، كابتن ايمن طاهر، جاب اللي هو عايزه. يبقى اذا هو قال تصريح واضح جدا، قال مفيش حد اتدخل في اختياراتي خالص. تمام. طب ليه من اللجنه الخماسيه تحديدا؟ طب ليه عمل كده مع ايهاب جلال؟ ما خلاص ما انا قفلنا الصفحه، ما انا عشان مش عايز اتكلم في القصه يعني. انا لا انا بسال والله. كان ردود الفعل مش هم اللي مستنيين من اختيار الكابتن. انت فاجئتني، فانا عشان كده انا كنت فاكر حاجه ثانيه. فانا قلت لك طب ما هو معلش يعني كابتن حمد ده حاجه محترمه ولعب في نادي الاسماعيلي وكان في منتخب مصطفى كمال ابن من ابناء النادي وكان منتخبات. سيبك من ابن من ابناء النادي، انا بتكلم لا في انا قصدي في شخص كبير. وكان منتخبات يعني بالزبط. يعني انا بقول الموضوع هنا لان انا برضو انا بقول لك كان في تصدير انا او يمكن انا ما كنتش متابع، كان التصدير كله ان في شرط جزائي كبير. انا الكلام بص يا كابتن ايوه يا كابتن هشام ايه اللي حصل معاك؟ 1 2 3 4 ممكن اتكلم او اتفضل اتكلم مفيش مشكله خالص، احنا بنوضح الراي العام والراجل طلع قال بيان ومفيش اي مشكله خالص. رب خلاص وخلاص احنا قفلنا. اتمنى له يا رب التوفيق في النادي المصري. ايهاب يستاهل كل خير، شخص ومدرب حاجه كبيره جدا. كابتن حسام يستاهل كل خير، شخص ومدرب كبير جدا. كلنا واقفين ورا كابتن حسام، ربنا يوفقه ووفقه في جهازه، وما نقولش غير نتمنى له التوفيق. بركات النهارده كان بيصرح تصريحات عارف ناريه، انا مش هسمح باي حد يتسلل تاني لمعسكرات المنتخب والكلام ده كله خلاص وانسوه. انا عجبني وش بركات اللي كان لابسه النهارده، وش الشغل والله. صح احنا مش متعودين على بركات احنا. لا ما عشان كده يعني هو بركات معروف ان هو وشه دايما مبتسم. بركات جوه الملعب يا كابتن تحس يعني واحد تاني خالص، زي ابو تريكه كده كان جوه الملعب. بص هي جديد يعني تمين بره الملعب تحس بواحد تاني خالص، حاجه جديده. احنا كلنا كنا بنقول عماد متعب، فجاه بقى بركات. الموضوع جديد ان بركات برده ما خدش الدور ده قبل كده اول مره، فمتهيألي هو نفسه اكيد عايز ينجح طبعا، فاكيد هيدور على نجاحه، فاكيد هيدور على كل ديفو حصل قبل كده ويحاول ما يكونش موجود. الشخصيه ثانيا انا اسف مش هقطعك. اتفضل. كابتن حسام صارم جدا، فاكيد هم عارفين برضو ان كابتن حسام الجهاز بتاعه ايه اللي بيضايقه وايه اللي بيفرحه وايه، فاكيد برضو هتبقى الشارع واحد المشوار واحد، فبالتالي الالتزام هيبقى على الناس كلها. تمام تمام. الشخصية بتزود من النجاح أو تبقى سبب من أسباب النجاح أو عنصر أساسي من عناصر النجاح، الشخصية كاريزما. حسام غالي مثلا حسام غالي كاريزما شخصية هينجح في مجاله. كنت متوقع إن هو اللي هيجي. هو أعتقد ماشي، أنا مش عايز أقول يعني أنا كنت متوقع إن هو برضه في حاجة من دي لو عماد ما جاش هو اللي هيجي، يعني أنا كانت مفاجأتي بركات، كنت متوقع إن هو اللي جاي. يعني كمان خرج من النادي الاهلي راح على نادي الجونه، ظبط سيستم، ظبط مشروع، شوف شغال، كانش عنده خبرات. لا ما ازاي، لا 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 لا، ما هنا مش خبرات برضو على أيوة قد ما هي ايوه. انا شفت كتير النهارده، انا عديت على الله يرحمه كابتن سيد بطل، يعني انا عديت على احسن مدير كوره شفته. يعني انا خلي بالك برضو البوزيشن ده انا ما بحبوش في المناسبة، بحس ان مدير الكرة ده اما يكون عارف واجباته ايه بيخلي المدرب طاير. تمام. لما يختل، شوف بقولك لما يختل ويبدا بقى فاكر نفسه ان انا بتدخل يعني مثلا مين يلعب مين ما يلعبش، لا ده مين يخرج. المدير الكرة هو عنده حاجه واحده بس، ان هو ازاي يخلي المدير الفني مبسوط واللعيبه مبسوطه. في واحد تاني بيفكر في حاجه تانيه. ايه هي؟ مش عايزين نتكلم عن الناس اساسا. لا ما انا برضه اقول لك يعني مثلا ان هم يحبوني
طز في النادي، عندنا ماتش، عندنا معسكر، عندك الاهم حاجه. فيبدا من ورا انا بسمع الكلام ده وشفته، شفته بعيني في لعيبه عندها ماتشات خرجت معسكرات، ماتشات مهمه، مستأذنين من مدير الكره. ليه؟ عشان خاطر يحبوه، عشان خاطر لما يجيبوا جون، لما يجيب جون يروح يحضنه. بجد؟ اه مش بهزر، تهريج يعني. انا هقول لك على حاجه، قصه مدير الكره دي، انا مسكت سنه اسماعيليه، في اسماعيليه نادي القناه، ده من المنظومات المحترمه قوي الجميله قوي. عدى عليا مدير كوره حببني في الكابتن جميل فتحي. الله، بص بقى، بص السيره، السيره. لا ده جميل، خلي بالك، هو ده جميل صاحب اصله والله. اهو انا جميل. جميل ده حد، بص تحس ان هو قلبه حته بتاع بيضه فيه كده، وبيحب حاجه اسمها نادي القناه، عارف انتماء وشعبيته، هو مخلص لاي حاجه. هو الناس ما تعرفش جميل فتحي هو كمان من كبير في من الجيل الذهبي لنادي القناه. بالظبط، في نادي القناه. فمدير كوره خلاني عايش في النادي، عارف مش محتاج حاجه. لا شخصيه، اللي انا افكر نقل. فيه شخصيه نقيه جدا. اللي انا افكر فيه من قبل، والمشكله بتتحل في ثانيه. الالتزام، التزام، اللبس، لبس، الوضع، وضع، والدنيا كلها مبسوطه، والدنيا كلها محبوبه. الله طبعا يكرمه. يعني من المديرين الكره اللي انا استمتعت وانا شغال معاهم. فبص، ممكن واحد تاني يكرهك، لا انا عايز لازم نشتري ميدو، مش عارف يا عم ما يمشيش مع الطريقه بتاعتنا، لا نجيب فلان، لازم ده فلان، عارف، لحد ما تيجي تصطدم. بيحصل بقى التصادم مع اللي هو مش عارف حدوده فين، لحد ما تقف عند حده. في ناس بتفهم غلط يا كابتن ميدو طبعا. اول مثلا ما الموضوع يبقى فيه ود، الاقي نفسي ناطط على سلمه مش سلمتي، ودي مشكله. نتمنى يا رب التوفيق للناس كلها. طبعا، طالما ذكرت عماد متعب، ان هو كان عماد متعب، طالما يعني اسمه جه، لازم اقول ان عماد متعب ده من انظف الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك. وحد شفت بتتكلم على جميل فتحي ازاي؟ كابتن جميل، عماد متعب كده حاجه كده، حاجه كده. بص راجل بمعنى الكلمه، شخصيه نظيفه جدا، برضو نقي جدا لابعد ما تتخيل. اكيد انت كنت عارف ان السنه اللي فاتت ان احنا كنا بندور ان هو ينضم لنا. لا ما اعرفش. لا طبعا، ازاي، احنا حاولنا معاه كذا مره. بس هو طبعا رسم، قال لك ان دي تبقى النهايه النادي الاهلي، وبعد كده مشروع ان هو يبقى محلل في قناه. شخصيه جميله وواضح وصريح وما بيشيلش حاجه جواه. اه كان نفسي طول. كان نفسي يبقى يكمل معانا السيزون، لان انا كمان في الوقت ده كنت محتاج رقم 9 جدا. لا بصراحه، لا هو يبطل في الاهلي. طبعا ده قراره، بس انا بقول لك كامنيات ان فيرود رقم 1 في مصر، ان يجي يشتغل معاك في الجونه، حاجه عظيمه يعني. ولكن التوفيق. عماد متعب مشكلته ان مستر مانويل جوزيه كان عماد متعب نايم صاحي تعبان، هيلعب وهيجيب جون. وعماد كان واخد الثقه بتاعته دي اللي هو فيها دي من مستر مانويل، اللي هو انا هنزل اجيب جون، وكان بيعمل كده. وكان يعني بيعاده، وكان بيقعده قعده ما قعدوش يلعب دقيقه. ينزل يجيب جون. عماد هينزل يجيب جون. ايوه واخد بالك. فعماد لما بعد كده بقى كابتن هشام مطلوب منه ان انت توريني انت عماد متعب، فطبعا انا عارف مش محتاج خالص. لا لا مش محتاج خالص، انا هفنش لك الماتش. لا لا مش محتاج، بس اديني، لكن انت تخليني بقى ان انا تختبرني عشان اقول لك انا. لا دي مشكله، دي بالزبط. مشكله، وبتحط كمان ضغوط على لعيب صعبه. انا مش محتاج اقول انا فين، المفروض ان انا قدمت. انا منتظر دلوقتي التفنيشه كويسه، الوضع المحترم كلعيب. مش عايزين نتكلم ان هو كلامنا طبعا، مش هو حاجه كبيره جدا. نتمنى له يا رب التوفيق في المجال اللي هو فيه. يا رب يا رب. قبل ما نطلع فاصل برجاوي، يعني عايز اسال الكابتن هشام عن استبعاد الكابتن حسام بدري لعمرو ورده واحمد المحمدي وعلي غزال من منتخب مصر، ده منطقي ولا شايف ان كان في حد ممكن يستنى؟ لا هو انا شايف ان وضعه كويس جدا. ورده طبعا انا شايف ان استبعاده كان من البطوله اللي فاتت وهي شغاله، وهي شغاله كان لازم مستبعد. يمكن انا طبيعي ما بحبش اللعيب المستهتر، ما بحبش اللعيب اللي هو مش مقدر الوضع اللي فيه عندنا كاس امم وبتلاقي في مصر ومحتاجين ناخد البطوله ويكون استهتار بالشكل ده. لا كان لازم البطوله دي يستبعد ما يرجعش تاني. احمد محمدي ممكن يكون، انا بدور على جيل تاني في المكان. انا شايف محمد هاني طالع، شايف بكار بتاع بيراميدز، فشايف لا دي مقدم فرصه تانية. علي غزال لا شايف في مكانه ناس كتير احسن. تمام، انا واضح يعني مش هجامل. تمام، هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع النجم المميز جدا الكابتن هشام زكريا.
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه معاكم في الاهلي الليله ومعايا ومنورنا ومشرفني الكابتن الكبير الكابتن هشام زكريا. عايز تتكلم عن حاجه في المنتخب قبل ما نروح للاهلي؟ عايز تقول حاجه؟ عايز عندك لعيبه ممكن ترشحها لضم المنتخب؟ لا، هو بس اول حاجه اقول له كابتن حسام، دور على اللي هينفذ شغلك، اللي هينفذ التكتيك بتاعك. ابعد تماما عن ضغوط خد فلان وخد فلان، لان دي ودت ناس كتير قوي في ده. اللي هينفذ لك شغلك هو اللي تدور عليه. هو ما انا اسف من الغباء لاي مسؤول ان هو يسمع لاي حد، يشوف اسباب نجاحه فين ويعملها هو، لان هو في الاخر لا يمشي او هو اللي هيقعد. هو انا اسمع استفاد، مفيش مشكله، لا ما حدش يقصر افضل الرب. لحد ما هموت انا هدور وعلم واشوف اي معلومه. يعني 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 كنت لسه بكلم في يورجن كلوب، بيعمل حاجه يا كابتن ميدو وابونا اتعلمت منها، ولسه انا بتكلم فيها، ان مفيش حاجه في الكوره صح وغلط، في وقت هتحتاج المعلومه دي فما تنساهاش. كان بيكلم ان هو ده كان دايما يروح يا كابتن ميدو. انا دايما اقول مفيش ثوابت في الكوره. لا مفيش ثوابت تماما خالص. اوعى تقول بعدين، اوعى تدور لا تغلط فلان او تقول في لا دور ان المعلومه دي شيلها في يوم من الايام تستفاد منها. كان بيروح يقول للفرقه الاساسيه ميدو هشام فلان 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 فلان، فانا دايما كنت بصطدم ان 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 اللعيب الثاني اللي معاه في الاوضه بيزعل، وهم اصحابي جدا وحبايب جدا، فكنت بتاثر بالقصه دي، بس لازم اعرف الفرقه. فكان بقول 9 هيلعبوا او 10 هيلعبوا، وال10 التانيين زعلانين، فعشان اخرج من القصه دي بقيت خلاص الفرقه كلها بقول التشكيل في نفس اليوم. طيب وهو ناجح بيها. في واحد تاني من بدري جدا، جوزيه مورينهو، جوارديولا، لا بيبقى عارف لازم التشكيله تعرفها في التمرين. ليه؟ انا لما سالت في القصه دي زمان قال لك في لعيب بيبقى متوتر محتاج يهدى، مش هيفضل كمان يفكر. لازم قصه المتوتر دي قصه كبيره جدا، قصه غذائيه ونفسيه وشغل تاني خالص عشان تتعامل مع اللعيب ده. قال لك لازم يبقى عارف ونايم وعارف ان هو هيلعب او بره، عشان خاطر التوتر ده بيزيل من قوته مش اقل من 60-70%. صح، تخيل. صح، تيجي في اجهاد ذهني رهيب، تيجي في الملعب ولا عارف يستلم ولا عارف يباصي ولا عارف يشتغل ولا عارف تحركاته ايه، هو تايه. فلازم تهيئه بقى، ده ليه اكل معين، ليه طريقه كلام معينه، ليه انك تقعد معاه وتنفذ له قصته والتكتيك بتاعه بوضعيه معينه، وبعد كده تفهمه انت بره ولا جوه. دي مدرسه. طيب هنا يورجن كلوب ناجح بالقصه دي، هل اخدها انفذها في قصه ثانيه؟ بس هو ناجح بيها. هل اذا دي غلط؟ لا طبعا مش غلط. هو هل الناحيه الثانيه دي اسباب نجاح؟ هل الناحيه الثانيه غلط؟ لا، فهي قصه النهارده. بس انت النهارده شوف اللي انت تنجح فيه مع المجموعه بتاعتك اشتغل بيه، وسيب المعلومات دي خليها عندك خزين، خدها حطها لحد ما يجي الوقت اللي تطلعها كابتن ميدو وتشتغل بيها. اصل دلوقتي يا كابتن هشام حته ان انا اعلن عن التشكيله الاساسيه بالنسبه كمان للانديه الكبيره زي مثلا مانشستر سيتي وزي ليفربول، بيبان شكل التمرين، التكتيك بتاعي وشكل التمرين بتاعي، العناصر الاساسيه انا يعني هعمل عليها التمرين. في شكل تاني يا كابتن بينفذ على مشاريع الشغل الشفوي، وبينفذ كل التكتيك بتاعه او الشغل بتاعه على السمول جيم. تمام، دبل 16، دبل 16، 2-18، واشتغل بقى كله. تمام، من اختراقات، من شوتينج، من كروس، بالزبط، من وان تو هات، من 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 دبل باس مع التحرك بتاعك، وهنبدا الكلام ده كله وشغل شافه كتير عشان كله عارف. صح، مركز 9 هيعمل كذا. صح، مركز 2 هيعمل كذا. لازم احفظ، وبعد كده اروح محافظ باللعيبه اللي انا بالظبط، وبعد كده بروح قايل. هو ده يورجن كلوب بيحاول. الناس الثانيه لا، انا هاخد ال 11 عشان خاطر اقدر اشتغل بيهم، وبعد كده اخد تغييراتي اريح بقى. انت تقصد ان كل واحد شايف اسباب نجاحه بيعملها، ودي حاجه تحترم. فدي محدش شغال، لان انا دايما او شايف الفتره الاخيره لغه التقطيع بقت ظريفه، لغه التقطيع بقت ظريفه. وانا بقول تقطيع هنا، اسف في اللفظ، ان انا يعني اتكلم على مدرب بشكل وانا مش عارف الراجل ده مين مصاب عنده، مين وقوف عنده، مش عايش معاه، شغال اسبوع ازاي، بالظبط وضعه ايه، مش عايش شكله معاي. ايه مش متع... وبرده طالع افرم، وبرده الاجنده في دماغي، اجنده في دماغي. انا بلاقي ناس بتتكلم في التحليل، والله العظيم ثلاثه لو عملت لك، هو ده بقى مشكله اللي يسمع. مدرب عمل كذا، يقول لك بص الشوط الثاني شد الفرقه لتحت، فبالتالي الضغط، فبالتالي حصل التعادل. يوم الماتش المدرب بقى يسمع التحليل، الشوط الثاني يروح
ضغط برضه يروح مرقوعه اتنين، لا نفس المحلل قال لك فتح خطوطه. لا لا ما هو فتح خطوط. طب اقول لك على حاجه، انا بتفرج النهارده على وادي دجله والحدود، مدارس، مدارس الاستحواذ ومدارس كابتن طارق العشري اوصل للجون السكند بول، لا ومدارس كابتن طارق العشري الطويل ويلعب على السكند بول. بالظبط كابتن طارق العشري التكتيك بتاعه معروف والطويل السكند بول، ناس بتستفاد وناس بتشتغل على الاستحواذ. كابتن طارق بدا مضايق المساحات بيلعب في 40 متر يعتبر زون، فوجئت المحلل بيقول لك اصل فدجله كان استحوذ والماتش كان ميسي جاي لحد بعد ربع ساعه، بعد ربع ساعه دجله بدا يستحوذ بشكل كبير جدا، وصل تك 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 جاب جونين وكان ممكن يجيب الثالث الرابع الخامس. فوجئت الراجل اللي بيحلل والله العظيم يا كابتن قال لك اسوا كان فتح خطوطه، كان فتح خطوطه وبيضغط وكان بيضغط فاتح الخطوط وده ما حصلش. مع ان الشوط الثاني كابتن طارق ضغط ومغلوب 2-0 تمام خلاص، والغلطه بتاعت وادي دجله راح مضيع الثالث انفراد ترداد البلين، الماتش اتقلب ودي بقى مش شغل المدرب، ده توفيق، ده معنويات خلاص اترفعت المعنويات، الحدود بدا يضغط بدا يروح خلاص. جاب اتعادل الكلام ده كله. قصه هنا المدرسه ايه النهارده اللي فرق مع وادي دجله؟ ايه اللي فرق بعكس الماتش الاولاني مع طنطا؟ ملعب الماكس، ملعب كوره رهيب، ملعب كوره شفت. فبالتالي النهارده عبد العاطي النهارده مركز ستة بيشتغل باريحيه كبيره جدا، بيستلم في وسط السردباكين وبيطلع اللي هو عايزه، بيعمل الباص صح، الباص بيروح صح، مفيش مشكله في الباص بعكس بوتر سبورت من كتر الضغط عليه زي استاد برج العرب بالظبط، اتهرى باص تقل بقى فيه مشاكل كتير. النهارده الاستاد ساعد وادي دجله ان هو يعمل الكوره بتاعته، مع ان النهارده ما تيجي النهارده تفكر طب ليه كابتن طارق من بدايه ما بداش ان هو يضغط؟ لان انا عندي برضو مفهوم، طيب احسن حاجه استنى رد الفعل ولا اكون انا الفعل؟ احسن حاجه الفعل، اكون انا الفعل لازم. طيب انا النهارده ميزه وادي دجله التحضير، الكره السهله، طب ما انا النهارده عشان ودي اصعب حاجه في الكوره خلي بالك طبعا، انت عارف انت اللي بتمتعني بجد، لا انت بتاع حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. اصعب حاجه في الكوره الكوره السهله، لا الاستلام والباص بالظبط، هي دي اسهل حاجه في الكوره، اصعب حاجه عشان كده شغل الاستحواذ في ناس بتتخيل تقول لك ايه شغل الاستحواذ ده، ايه ده شكله شغل، لا مش صعب، هي القصه كلها نتكلم فيها سهل، لكن هي اصعب حاجه على لعيب بالذات المصري لان ذهنه على طول تمام بيروح منك على طول، بيفكر ازاي ارقص، ازاي مش عارف اعمل ايه حاجات مش، لكن اصعب حاجه في الكوره حاجتين، هو ده 90% من الاستحواذ، الباص السليم، الاستلام السليم، تغيير اتجاهات اللعب بس. تخيل هو ده التكتيك اللي بيعتمد على كل الهاله دي، بتشوف الكوره التكتيك الهاله دي، الكوره سهله جدا بس طب خلي اللعيبه تعمل كده، استلم باص، باص سليم وتغيير اتجاهات اللعب، قفل ناحيه الشمال تروح ناحيه الشمال، قفل ناحيه الشمال تروح ناحيه اليمين. طيب انا عشان امنع القصه دي ايه الاساس فيها؟ البدايات، ان انا احضر صح، طب ما انا امنع بقى يبقى اجي من المشكله من اولها امنعها ان انا ما احضرش، يبقى انا هضطر النهارده عبد المنصف يعمل ايه؟ الطويله، الطويله، وده اللي انا مش عايزه كمدرب دجله، وابدا اشتغل تمام، وابدا اشتغل تمام. النهارده طارق العشر عمل الكلام ده الشوط الثاني، بدا يشتغل كويس، ضغط خلاص الموضوع بقى فيه استلام ضعيف، لكن انا النهارده سبته استلم واشتغل. في ناس تقول لك اصل طنطا اشتغل، لا طنطا مع وادي دجله كان ممكن دجله اولا ارضيه الملعب ما ساعدتش كتير، ثانيا التحرك كان بطيء قوي يا كابتن ميدو من دجله، التحرك كان بطيء قوي من دجله والتحضير كان بطيء قوي قوي، لكن هما صح لو النهارده عملوا نفس الكلام النهارده كان الماتش خلص. وممكن عناصر طنطا يا كابتن كمان غير عناصر حرس خالص، فكر مدرب طنطا غير فكر الكابتن طارق خالص، ان انا ازاي اقفل وان انا ازاي العب على الـ على الـ على الكره السريعه بسرعه جدا زي ما كانوا بيعملوا، او ما عملوش طنطا بصراحه بس هي جت لهم كره استغلوها. بص هو لعب على الكره السريعه يعني كابتن اللعيبه مختلف برضه، انتظر والملعب زي ما حضرتك، لان هو برضه انا مش فاكر ان حصل في كوره او اتنين الكونتر اتاك اشتغل ب بشكل ممكن اوصله، يعني مثلا عشان النهارده اشتغل هجمه مرتده، ايه هجمه مرتده؟ هجمه مرتده ان اقل عدد من الباصات بالظبط اوصل لجون، لا باص اثنين اكون عند الجون تمام. ولكن هو النهارده قال لك لا كره ثابته ان انا اخد كره اخد فاول، وده حصل وده يحترم عليه صح. ولكن هنا التاثير ان هو لا بطء تحضير،
بطء قوي كانوا تحرك ببطء من الخط الامامي بشكل بدليل ان النهارده الخط الامامي بيتغير باستثناء الراجل رقم 9 اسمه مروان متهالي واشتغل باثنين ولد من تونس وولد من المغرب. ولد من تونس ده حاجه محترمه لعيب كويس طرف رهيب لعيب كويس رهيب حاجه جميله جدا والولد المغربي حاجه محترمه جدا عملوا شغل كبير جدا عبعاطي تحتهم كمان كان مساند بشكل غير عادي جدا بصير رائع الاثنين احمد زيادة. جدا ماتش طنطا الباصه بتطلع ها والتحرك بيطلع بطيء بعكس النهارده الكره كانت سهله جدا التحرك كان كبير جدا اتمنى يا رب الفرقه كلها التوفيق وانا بقول لك في حاجه لفتت نظري في محلل هو بيتكلم في ناس لازم بتسمعنا فالناس بتاعنا ده ما نغلطهمش ما ندهمش النهارده كلام مش موجود يعني كلام مش موجود في الملعب فاتمنى الناس ترتقي ان في ناس بتسمعها انا دايما بتكلم في النقطه دي خلي بس بالك بس اتمنى يعني دايما بتكلم ان انا كمحلل لازم اكون مختلف عن الشارع عن جو الشارع أيوة. لان انا لو جبت لقطه للشارع انت عارف الشارع الرياضي ما شاء الله دلوقتي فكره اتغير وممكن يقعد يحلل الماتشات طبعا المشكله, طبعا المشكلة طبعا. لما انا اشوف لقطه او لقطه هدف واقول بص بص ازاي ما انت شفت التحركات أيوة. خلاص أيوة. انت شفت التحركات فانت أيوة. بتتكلم عليها خلاص بعد ما شفتها لكن ايه اللي انا مش شايفه كمشاهد هو ده المفروض تقوله لي دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه يعني تبرر لي ليه زي ما حضرتك بتقول كده تبرر لي ليه كابتن طارق العشري بدا الشوط الثاني كده بدا الشوط الاول ليه كده لكن انت بتقول لي بص اصل اتحرك ازاي ما هو متحرك قدامك اكلمك بصراحه طب اتفضل بس ارجو ما حد ما يفهمنيش غلط يعني لان برضو احنا بنملى وخلاص يعني بس الكوره كلامها كتير يا كابتن كلامها بس انا عايز ما قل ودل ايوه بس لا احنا ممكن نقعد طب النهارده مذيع طب النهارده مذيع اتكلم على جاتوش النهارده كان ولد كان عندنا في الجونه انا جايبه كان منتخب اثيوبيا يعني كان من أسوأ ماتشات النهارده كان سبب رئيسي في اللي كان فيه الشوط الاولاني الحدود بيلعب ستة باص مقطوع مفيش ضغط ما بيقطعش كوره مفيش تحرك سايب نص الملعب يعني اول مره في حياتي اشوف جاتوش بالشكل ده تمام قال لك جاتوش ده اصل عايز يرد على وادي دجله لان هو كان السنه فاتت وادي دجله فعايز يرد الراجل هو وحش احنا ما بنتعبش ما بنخشش ونشوف الراجل ده لعب مع المنتخب بتاعه كام ماتش اخر نادي كان ليه ايه لعب كام ماتش في الجونه عمل ايه عارف لا ما بيتعبش انا باجي زي عارف عايز املى عايز اخش املى يعني عارف حصه موجوده ارص فيها كلام ارص فيها كلام ارص فيها كلام من غير ما انا عارف النهارده التشكيل في مين طب مين غايب طب الولد ده ما يلعبش النهارده عشان خاطر ما ظلمش النهارده كابتن ميدو ما النهارده ده ما لعبش وفي الاخر يطلع موقوف طب ده ما لعبش ده كان مصاب صح ما بنحاولش نتعب انا طالع اطحن وفي كمان اللي اصعب من ده اللي طالع باجنده معينه عشان خاطر اضرب مدرب معين لحد صاحبي كارثه عشان سبحان الله ودي انا قلتها صراحه يا جماعه اتقوا الله في كلمه بتقولها لان انت بتقفل بيت صح بتكون سبب في قفل بيت الراجل ده ذاكر شويه بس هتعرف الناس دي ما لعبتش ليه او الوضع بتاعه ايه عشان خاطر ما تهدمش بيت عشان اجنده في دماغك يا ريت عشان خاطر حاجه او عشان خاطر معلومه تديها للمشاهد اتمنى له التوفيق وربنا يهدي يا رب يا رب يا رب تعالى اسالك على شكل الاهلي شايف شكل الاهلي متغير مع فايلر شايف الدنيا يعني ثلاث ماتشات ممكن نشوفه فيها ثلاث ماتشات شايف ايه اللي اختلف الاهلي عن قبل كده سموحه هجيب من الاخر مش من الاول اوكي بطوله افريقيا ليها ظروفها خد الماتش 10 10 مش مطالب باي حاجه في افريقيا بالجو بالرطوبه ودي شفتها مع وادي دجله بالارضيات بالكلام ده كله بعظروف تماما ما فيش حاجة. انت خدت الماتش ومشيت احمد ربنا جميل احمد ربنا ان انت على يعني طالع بصحتك احنا كنا بننزل الملعب بنقول يا رب الماتش يخلص بس لا اكثر ولا اقل انا شو يا بص كانوا بيقولوا زمان فاكرين بقى ان افريقيا دي تروح تكسب 10 وتمشي لا 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 مش الموضوع اختلف تماما وانا شفت لما اتكلم الجماهير خلي بالك مش هيصدقوا غير لما يروح بالظبط لا لا لا, لا. عيشه ثانيه انا هناك رحت بلدين توجو ورحت مالي لا يعني الموضوع مختلف فهو خد 10 مرة لو رحت اثيوبيا يا كابتن ده بيقول بالعكس اثيوبيا كويسه جدا لا ما بتعرفش تنفس كويسه جدا لا كبلد. لا دلوقتي كبلد رطوبه رطوبه الاكسجين طبعا الرطوبه لا فوق سطح البحر بكام بالظبط كتير كتير لا هم بنروح مش عارفين كلهم تنفس. شكل بعض لا ده انا حكيت لك على ماتش مالي ده كنا كاسبين هنا 2-0 رحنا قبل الماتش فقلنا الحمد لله ما فيش جميل خالص لعبت فرقه اسمها ايه احنا لعبنا دوغليبه
ديجوليبا. احنا لعبنا ديجوليبا دي في بتروجيت في دور ال 16 فكسبناه هنا 2-0 وكسرنا الدنيا. الراجل قاعد المدرب عمال يضحك وهم عمال يضحكوا مفيش مشكله خالص. تعالى دخلنا الاستاد مفيش جماهير. قلنا يا مان انت كريم يا رب 50000 متفرج. دخلنا غيرنا ومش عارف وسخنا مفيش حد جه. قلنا بس كده الدنيا حلوه كفايه علينا الرطوبه وكفايه. كانوا بيلعبونا الساعه 2 في عز الحر ولعبوا مراك بال كده هو ده ايوه في ثانيه احنا بس ايه نزلنا مع الحكم الناس جت على طول. اقسم بالله العظيم كلنا اغمى علينا كل واحد ماسك عضبطين تك 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 50000 متفرج بيعملوا كده. انا ولا سامع ولا شايف انا كمدرب ايوه بعمل لك جو رهيب. خسرنا ساعتها خسرنا بالانهيار 2-0 وبعد كده خسرنا بالانهيار فهي لما بيجي فيه الجول كمان تحس ان الدنيا لا لا لا, لا. هم كمان تشجيعهم العظم ده على بعضه انا جالي الاذن الوسطى من كنت عارف اغمى عليا هيغمى عليا انا واقف عمال اتنفخ عمال اتنفخ عمال اتنفخ وانا فبالك بقى كمان في الملعب بالظبط والله يعني كان وضع صعب جدا يعني افريقيا جوها مختلف فعلا. فهو الراجل خد المناط بتاعته خلاص وكان لسه قريب. جينا ماتش الزمالك انا شفت حاجه غريبه كابتن ميدو قبل الماتش. الناس كلها بتتكلم على قصه اسلوب عمل اسوا الزمالك. كان عنده ثقه غريبه قوي ثقه قبل ماتش اهلي وزمالك فاهم دي يعني ما بتحصلش كتير لان انت عارف الماتش ده ليه سياسته وليه شغله وليه تكتيكه وليه وضعيته وليه اليوم بتاعه. انت بتتكلم في ماتش سوبر صح. هو خارج من ماتش بيراميدز كان عامل بصراحه الزمالك عامل ماتش تقيل قوي خلص طلع على افريقيا اتغلب 2-1 قال لك انا ريحت ناس كتير عشان خاطر ماتش فكان في ثقه غريبه وانا استغربتها وانا قلت لهم يوميها الزمالك خسر بالثقه اللي كان فيها انا بلعب الاهلي وده وصل للعيبه والاعلام كله وصل ان الزمالك احسن. افتكر كويس وصل في الفتره دي اسمها نتفكر وما فيش من قبل ما الكوره تجيلك انت مفكر باص 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 ما حدش عمل مسباص. شفنا قد ايه وصلنا من ناحيه اليمين وصل الاهلي من ناحيه الشمال اخترق من القلب بشكل عامل ازاي فهو ده اللي حصل تمام. لقيت 11 اتفاجئت ب 11 شرس انا النادي الاهلي لكن انا متهيألي ممكن كنا نطلع بالماتش احسن من كده لو كان الزمالك عارف انه بيلعب النادي الاهلي كان الماتش كمان هيبقى اعلى. طبعا الشوط الثاني طبيعي جدا انا خدت الماتش حصل ضربه جزاء وكان حصل ضربه جزاء ثانيه طبيعي جدا ان انا النهارده اتنفس زي ما النهارده حسب الحدود اول دقيقه جالي ضربه جزاء طب بقى النتيجه بقت 2-1 الماتش قرب في دوافع بتيجي بالزبط. بقى دوافع دي بقى مش دوافع بقى ايه ولا بدنيه ولا هي دوافع نفسيه بحته بالظبط ان انا النهارده جالي الامل ثاني جالي الامل ثاني واقدر اعيش يبقى هموت عشان اقدر اعيش وده اللي حصل. ولكن في الاخر انا شفت الماتش ده الراجل اتعامل معاه بشكل جيد جدا وان كنت دايما بحب احكم بعد 10 15 ماتش. انا معاك بحب كده بس في حاجات كده يعني زي ما فاكر اجي انت حاسسك ان هو الراجل ده عارف حاجات حاجة. مش عارفينها بالظبط في حاجه يعني وانا كمان اكمني بحب اجي قوي يعني بحبه قوي في طريقه لعبه كنت مبسوط. كمان في تعديل في قرارات رمضان ما اتكلمت عليها في تعديل في قرارات رمضان انا شايفه كان بيلعب كوره صعبه شويه بالظبط ودي كانت ما تنفعش في انجلترا تماما. جميل عنده قوه بدنيه والله. عنده مهاره كويسه جدا ولكن ازاي ان انا استخدمها من خلال التكتيك. جميل الراجل متهيألي عوده وفهمه ان احنا 1+1=2 احنا شوف رمضان بيختار سموحه بجيب جون تشيب يعني فالموضوع هيبقى مختلف لا ولمسته بقت سهله بالظبط. حسين ما بقاش بس تحت الارض في مشكله عند حسين هو بدا يتطور دي عند تريزيجيه. تريزيجيه دايما باصص في الارض شايف دلوقتي مع استون فيلا لا بدا يرفع دماغه. كانت مشكله تريزيجيه ان هو على طول بيخش جوه وبيقطم ويفضل داخل 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 لحد ما يخبط في واحد. دلوقتي لا باص رافع دماغه ولا بيشتغل بالعرض لازم لا بيعمل دبل باص لا بيوجه على الزاويه البعيده. حسين بدا يشتغل الشغل ده وبدا هو عنده بس هو كان بدا من كتر الخضه والهاله اللي اتعملت على ما جايبه من نادي العين والسعر الدفع خض شويه ولكن دلوقتي متحملوا المسؤوليه بدا حس ان هو اللي جاي شايل الاهلي هو اللي يجيب كل بطولات الاهلي ما ينفعش حصل له تشك. وبعدين اقول لك الحاجه الانديه الكبيره يا كابتن ميدو مفيش حاجه اسمها اعتماد على العيب. جميل هو طبعا الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى ولكن الشكل الجماعي هو اللي دايما جميل. يبقى مؤثر ولا تعرف من خلاله النادي ده مكمل وسياسته ايه وضعه ايه. لكن اختفاء نجم انا انت مش نادي كبير انت مش نادي كبير. جميل صح ولازم نوضع القصه نحطها في مجال لان الكره الجماعيه دي خلاص
الفرديات بدات تقل، خلاص ميسي بدا يقع، لا انا عندي كريستيانو بدا يبطل معايا يا كابتن، بس لما يكون يا سلام لما يكون كمان عندي لاعب فردي بقى طبعا يعني، بس انا اساسي جماعي واوجهه بالظبط للتكتيك اللي انا بشتغل بالظبط كده بالظبط. ربنا يوفق ان شاء الله وتبقى بدايه خير لكل الانديه. انا شايف استثمارات الاهلي استثمارات كويسه جدا. ماتش سموحه ما عجبنيش ليه؟ قول لي ليه، نقعد نتكلم فيه برضه انا وانت. هبدا باللي انا دايما بتضايق منه، الملعب. اوكي يعني انا بعد خمس دقائق لقيت الملعب كله محفر، النجيله كلها طالعه، ده معناه ان النجيله تقيله والملعب تقيل. تمام. هو كان استاد برج العرب برضو ولا استاد ايه؟ برج العرب. برج العرب. انا صعبان عليا، صعبان عليا، اتهلك يعني. استاد مطالب ان هو يستضيف كل الفرق. بدايه الجيم حسيت ان ممكن الاهلي يخلص الماتش بدري، بعد كده حصل الثقه ان انا هكسب، حصل الثقه ان انا هكسب. تمام. في الوقت ده سموحه راح مضيع الكره للولد الليبي ده، برضو من الناس اللي عجبتني جدا. الشناوي طلعها اطلعها ولاد حطها فوق العارضه مش فاكر، او الشناوي طلع خدها، طلع ولد ليبي طرف شمال محترم لعيب كويس قوي محترم مش هايب، وراح وعدى كذا مره من ناحيه اليمين عند ناحيه هاني وعمل كذا كروس، ولما لعب في نص الملعب كان هايب. حسام حسن بيحب لعيبه الكوره، باشا لعيبه الكوره، هو كمان بيحب لعيب الفايتر، بيحب لعيب الشرس، لازم اللعيب يكون كده بصراحه. وهو لو ما كانش كده ما لعبش الوقت ده، لازم اللعيب يكون كده بشكل عام. خلي بالك اصل دي دلوقتي بيقول لك في ناس بقى بتتكلم المتعه، ودي يعني ادي مجال للابداع. ايوه ابدع بس انت قلبك انت، والله يا ميدو ما بقاش ياكل عيش، والله العظيم الكلام ده شغل الابداع وال ما بقاش ياكل عيش، بس لازم عندي، لازم عندي دم يا كابتن، لازم عندي دم، هو الدم ده اللي هي الروح والفايتر، وبعد كده ابدع زي ما انت عايز. إن أكسب ومن خلال التكتيك بالظبط، من خلال التكتيك اللي بيشتغل فيه مدربي بالزبط. مش النهارده اروح مرقص ترقيصه تتقطع مني، الاقي النهارده 4-5 عند الجون وتقول لي انا عايز ابدا، اصل انا كنت ممكن ارقص، اصل الكره اتلغت فيها الكلام ده كله. ميسي صدقني خلاص يعني، ميسي مش ومش هتلاقي حد. انا بقول لك الابداعات قلت في كل المجالات، المفكرين قلوا. النهارده الفكر، هرجع في نقطه بسيطه، قول لي عندنا حاجات كتير جميله في تربيتنا لاولادنا كنا بنفكر فيها، لما تيجي تتكلم معاه يقول لك دكتور مهندس ضابط. دلوقتي فكر العلم والتطور والدراسه والكلام ده كله صفر، عايز ابقى لعيب كوره، عايز ابقى لعيب كوره في الاخر كوره. هرجع للاستاذ يورجن كلوب، قال لك انت ليه مبتسم وليه ابتسامتك على طول عريضه؟ في الاخر انا عارف. شوف بقى احسن مدرب في العالم بيلعب في تصنيف عالي جدا بعيد عننا كتشامبيونز ليج كدوري، وبيقول لك لا في الاخر كوره، في حاجات اهم، الدكتور اهم، المسعف اهم، الناس دي اهم، هم دول الناس بينقذوا بني ادم، بينقذوا روح، احنا في الاخر استمتاع جميل. وده ايه؟ في قمه الاحترافيه يعني، في قمه الاحترافيه، بس عارف ان لا ما زعلش، انا عملت اللي عليا خلاص. احنا عشان ما دخلتش دي جوانا واحنا بنتربى، ان يا جماعه ودي والله 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 على اهالي رئيس النادي في ترن اوت، قال لك يا كابتن هشام هدي هدي من نفسك، لو حصل لك حاجه محدش هينفعك، في الاخر كوره استمتع. قلت له لا انا جاي الامل، ان ساعتها كان ترن اوت 6 بونت واللي فوقيه 22 واللي فوقيه 22 بونت وفضل 11 ماتش، ولازم نكون احنا جايين عشان ننقذهم من الهبوط. تمام. فعارف الدور، قال لا، وحتى لو شوف هو حتى لو نزلنا في الاخر برضه كوره، لكن احنا مقدرين جدا التعب اللي انتوا بتتعبوه. عارف كلمتين هدوك ريحوك، احنا هنا الاستريس بالذات على المدرب، كل حاجه المدرب، الموضوع كبير قوي، كل حاجه المدرب، بس خلي بالك كل حاجه الوحشه. الحلوه بتلاقي بقى ايه؟ الاداره واللعيبه وكل والجماهير وكل حاجه، الا المدرب هو بيشوف المدرب زي حق يعني. حاجه كنت زعلان منها قوي قوي، مش عارف، اثرت فيها جدا، الزمالك لما خد كاس مصر وجروس بيتصوروا جروس لوحده، دي حاجه بكتني. فارجو ارجو نعيد تاني قصه احترام من المدرب، ونعيد تاني قصص كتير محتاجه، مش عايز اقول لك كتب لتاليف، نتعامل مع المنظومه ازاي. بس اتكلمت في نقطه مهمه جدا،
ان كل اولياء الامور عايزين ولادهم لعيب كوره. خلي بالك ده كمان الاولياء الامور اللي عايزين كده، يعني المشكله ما بقتش الولد، البنات اللي عايزين يلعبوا كوره دلوقتي كمان، فمش عايزين، مش هتكلم في الموضوع ده كتير، بس انا لازم يبقى احنا عندنا مصداقيه كمدربين كاكاديميات يا كابتن هشام ان ابنك مش لعيب كوره. يا جماعه الاكاديميات موضوع، انت اتكلمت في نقطه صعبه قوي قوي، انت قلت كمان كلمه صعبه قوي. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، الاولياء الامور كلهم بلا استثناء نفسهم يشوفوا ولادهم لعيب كوره. الولاد عايز تبقى يا حبيبي لعيب كوره او حارس مرمى او محمد صلاح وزن او ميسي وزنه او ايا كان، يروحوا الاكاديميات يلاقي المدرب بيقول له ايه ده، ده ما شاء الله لمسته، ده عنده بس يسيبهولي ثلاث اربع سنين بقى اخد منك فلوس لما يعني خلاص، والراجل على الامل عايش وابنه عايش على الامل. فلازم يكون عندنا صراحه مع نفسنا، لان ده موضوع مهم جدا، ابنك مش هينفع يبقى لعيب كوره خالص. في الانديه نفس الكلام، ابنك صعب يكون لعيب كوره عشان الولد يشوف مستقبله بس، فلعيبه الكوره تبقى لعيبه كوره، بعد كده الولد هيبقى يروح بقى في اتجاهاته ويطلع دكتور مهندس. والله لو عنده لو عنده موهبه هتلاقي الناس كلها واقفه جنبه طبعا، لو عنده اللي هتلاقي الناس كلها هي اللي بتدور عليه. لازم الاكاديميات تقنن، لكن الاكاديميات دي انت طالب، انا لسه بقول حاجه، 81 كيلو وانا بشوف الكلام ده. أيوة. 80 هو اهم حاجه اخر الشهر انت بتدفع كام. ايوه خطر على الولد، وكمان خطر. لا خطر يا كابتن، ممكن الولد يموت او لا قدر الله حاجه. الناس بتاخد الولد ده بتعمله برايفت عشان خاطر اقدر، ربنا يهدي. لازم موضوع كبير. لا لا كبير. الموضوع كبير بس لازم نرضي ربنا فيه، لان انا عارف الفلوس دي انت بتاخد تعبك وفلوس، فهل دي حرام ولا حلال؟ لا حرام جدا، حرام جدا، حرام جدا، حرام جدا. قول لي ايه تاني في ماتش سموحه غير الثقه؟ حسيت برضو هو خد 3 بونت، انا بعتبر ماتش سموحه زي ماتش افريقيا. تمام، هو كان بيدور على 3 بونت خارج من ماتش كبير بالظبط. خدت 3 بونت وانا مبسوط مع فرقه غير قوي قوي ومعاها جهاز هايل. يعني انا دايما بقول ايه، اللي بيلعب سموحه، وانا لعبت سموحه وكابتن حسام كان هو المدرب، بيلعب كابتن حسام ابراهيم، وابراهيم حسام ابراهيم ماشي هقول حسام ابراهيم، انا معاك كابتن حسام وكابتن ابراهيم. بس انا شفت كابتن حسام، انا بشوف بحس ان انا لعبته، يعني الماتش بحس ان انا مش بلعب تيم، بلعب كابتن حسام. فكلمه كابتن حسام كجهاز لا بتبقى برضو، وهو عنده حاجه غريبه جدا مع الصغيرين، بيقدر يدي ثقه للصغيرين. هو مدرسه في القصه دي، هو مدرسه، طبيعته كده يا كابتن. لا مش مع الكبار، انا بكلم مع الصغيرين. تمام، بيقدر يدي ليهم ثقه اكن الولد ده لعب مثلا 3 4 سنين في الدوري. يعني انا فاكر السنه اللي فاتت جاب ولد سردباك مواليد 2000 او 2002 ولعب. لعبوا ماتش، وماتش كان كبير والولد كان هايل. مدرب فدي مدرسه الموضوع. انا نفسي محتاج ادرسها، نفسي قبل وادرسها. اقول له بتعمل ايه مع الولد الصغيرين؟ ايه الكلام اللي بتقوله له؟ وايه التوجه؟ وايه، لان انا متهيألي دور نفسي بحت بالظبط، دور مش بالزبط. مجرد دور بالزبط. نفسي بحت، ازاي اوصل الولد ده ان يلعب ماتش كبير زي ده؟ خلي بالك بره، ودي قالها لي الله يمسيه خير مستر والتر، يقول لي في هولندا، لان طبعا انت عارف بلجيكا هولندا، فكل دراستهم ما كانوش زي دلوقتي، يعني كان كل حاجتهم بيروحوا ياخدوها من هولندا، لان هولندا مدرسه كبيره جدا. تمام، المدرب كان يجي مثلا فان جال، ميدو لسه طالع اول مره يتمرمع في الاول، يقول له خش اقعد على اي كرسي انت عايزه، انت عايزه، ان شاء الله حتى بتاع ابراهيموفيتش، ان شاء الله حتى بتاع احسن لعيب، اقعد. وهو مش يخش يلاقوا الولد قاعد، هو الولد طبعا برضه مكسوف، بس هو دي بيديله ثقه، انت خلاص لعيب في التيم بالظبط، اعمل اللي انت عايزه في الجيم اللي انا شفتك بيه، اشتغل بيه، يخش يقعد، يقوم بقى اللعيب الكبير. بص بقى انا بربي ناس عندها ثقه في نفسها، يلاقيه كده يروح هو مغير الكرسي بتاعه، مكان الدولاب بتاعه، اي حاجه بتفرق عشان يدي الولد الامور بالظبط. بالظبط، لان هو حط، وبين هو كمان ايه، هو فان جال مطلع ولد خلال اسبوع هيكون في ال 11 بيلعبوا، ثقه صح، ما تخافش صح. احنا بنطلع الولد بيبقى خايف، طلع فيرست فريق اول، مضغوط من اللعيبه ومضغوط من المدرب، ومضغوط لو حط عليه انه مثلا ايه، ولو ما بصاش للعيب يشتمه، ولو مش عارف ما عملش ايه. لا احنا عندنا اكتر ناس بتفقد الثقه، بنحاول
نفقد الثقه في الناشئين احنا، بنبقى احنا السبب فيه. انت على فكره يا رب برضو دي من ضمن الحاجات اللي لازم نحاول نعدل مسارنا فيها عشان نطلع جيل عنده ثقه في نفسه يقدر يستحمل. احنا عايزين نقعد مع بعض حلقات كتير جدا على فكره. انا لما خلص تخيل احنا عدينا كمان الوقت. اتمنى يا رب دايما اكون معاك. انا والله العظيم يا كابتن بالمناسبه يعني انا مش انا كنت تعبان جدا وقالوا لي ميدو فما اقدرش اسال زاهر حتى يعني. انا اتشرف بيك والله. لا شرف يا كابتن، انا مبسوط ان انا كنت قاعد معاك وان شاء الله يا رب. يعني ما الراجل بيتكلم في الكوره يعني مش عايز اتكلم بس انا عايز اقول حاجه على ابراهيم وحسام. بتكلم على روح ابراهيم وحسام. احنا كنا بنلعب في انبي وكان ابراهيم وحسام اعتقد ان هم كانوا في الاتحاد حاجه كده يعني، وكنا احنا معسكرين في الاكاديميه البحريه وهم معسكرين في الاكاديميه البحريه، مش عارف كان بيلعب فين. فاحنا كنا في انبي انت عارف كنا جيل قرود، كنا بننزل طبعا قبل التمرين بساعه نلعب دايره، ساعه أيوة كامله نلعب دايره. فهو نزل هو ابراهيم بدري فشافونا، هم عارفين بقى انبي كنا مشهورين بالدايره دي، فقال لك ايه العب معاكم. احنا بنشوف حسام ابراهيم، احنا بنشوفهم اساسا بنقعد نبص لحسام ابراهيم كده، حسام ابراهيم يلعب معانا دايره. طبعا. المهم فهم ايه الظروف جابتهم هما الاثنين بقوا فين في النص، واحنا اللي كان بينزل في النص يا كابتن كان بيقعد يعني ما بيطلعش. اقسم بالله العظيم يا كابتن كانوا هيموتوا بعض حسام ابراهيم عشان ابراهيم ما بيضغطش، واحنا ايه قاعد. طب خلاص يا كابتن احنا اسفين، طب خلاص يا كابتن لازم بص. لا مش طبيعي، مش طبيعيين يا كابتن. دول رموز بالظبط. على قد ما نقدر نحافظ على الرموز بتاعتنا، على قد ما نقدر الناس الكبيره اذا كان عندنا رموز كبار زي كابتن حسن، كابتن خطيب، كابتن حسام، كابتن ابراهيم، الكباتن الكبار دول، كابتن مش عايز انسى حد، كابتن صلاح، محتاجين نحافظ على رموزنا. لما يكون عندنا النهارده اللي ملوش خير في 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 الناس دي ملوش خير بعد كده. جميل زي بالظبط ملوش خير في ابوه وامه، ملوش خير في حد. جميل قوي. انا اتمنى يا رب التوفيق للناس كلها احلى ختام نختم بيه ده، احترام الرموز وبلاش نقل ادبنا عليهم، رموز كبيره. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، والله دايما بتشرف بيك. لا ده الشرف لي وانا جدا وانت معايا حبيبي. كتر خيرك ان شاء الله، اشوفك قريب جدا باذن الله. يا رب يا رب. شكرا جدا يا كابتن هشام زكريا، نجم كبير في عالم التدريب. ان شاء الله يمسك فرقه تليق بيه. بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل محمد سعيد وضيوف الكرام. دايما بتشرف بيكم واشوفكم على الف خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي ليله في ختام هذا الاسبوع. فقره بالتاكيد لها مدلول، لان احنا هنتكلم عن بعض القضايا الرياضيه اللي طرحت على الساحه الرياضيه خلال هذا الاسبوع. وهذا الاسبوع تحديدا كان في مجمل عديد من القرارات، سواء في فوز النادي الاهلي بالسوبر وانطلاقه الدوري العام، او حتى اعلان الجهاز الفني الرسمي للمنتخب الوطني خلال الفتره القادمه، موضوع التصويت الخاص بالاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، ومن هو الافضل هذا العام، والتشكيله المثاليه. إذن مجموعه قضايا رياضيه واحداث رياضيه حدثت على هذا الاسبوع، فبالتاكيد مهم جدا يكون معنا ناقد رياضي وصحفي كبير الاستاذ جمال الزهيري، رئيس تحرير او مدير تحرير طبعا بالتاكيد في القسم الرياضي لاخبار اليوم. استاذ جمال منور الدنيا واهلا بيك. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. سعيد بوجودي معاك طبعا. انا اسعد يا فندم. ربنا يخليك. طبعا الاسبوع ده كان فيه تفاصيل كتير، واحنا بنختم الاسبوع مهم جدا يكون معنا ناقد رياضي كبير زي حضرتك، نسمع ارائك في هذه الموضوعات، في ظل طبعا ان هذه الموضوعات تبانت فيها وجهات النظر والاراء. نعم. ابدا معاك في موضوع النهارده الجهاز الفني الرسمي للمنتخب الوطني تم اعلانه رسميا من قبل الاتحاد، وكان في مؤتمر صحفي لاعلان هذا الموضوع بوجود الكابتن حسام البدري كمدير فني وكل افراد الجهاز المعاون. اولا تعليقك على احداث المؤتمر والتصريحات التي خرجت رسميا من قبل كابتن حسام البدري كمدير فني او الاستاذ عمرو الجنايني كان رئيس للجنه الخماسيه. شوف، هو اولا التصريحات طبعا لازم اي تصريحات هتبقى حلوه، لانه التصريحات بتبقى افكار ووعود بما سيحدث. يعني انا كنت سعيد جدا بكلام كابتن حسام البدري عن ان هو هيفتح يعني باب المنتخب امام الجميع، وانه اي حد، وان هو هيبقى هيفتح صفحه جديده مع الكل ومع الاعلام خصوصا، ودي نقطه مهمه جدا انا تعرضت لها في اكتر من مناسبه.
انه كابتن حسام البدري كخبره تدريبيه طبعا خبره كبيره مع النادي الاهلي سواء كان لاعب او مدير فني وحصل على العديد من البطولات. يمكن كان الناس بتاخد شويه على كابتن حسام ان هو هقولها بالبلدي يعني بيقفش يعني في مواقف معينه بحس ان هو صبره بينفذ واخد بالك سواء من الجمهور احيانا او من الاعلام او الصحافه او النقد يعني بياخد على خاطره يعني من الانتقادات احيانا. فانا بقيت سعيد جدا النهارده وهو بيوعد ان هو هيبقى على علاقه مع الاعلام بشكل عام وتاكيده على دور الاعلام في دعم مسيرته كمدير فني للمنتخب. البدري يستحق يعني لو اتكلمنا بالورقه والقلم يستحق ان يكون في هذا المكان. اللي انا بقى بقوله انه الاعلام زي ما كان بحسناه من الكابتن الجوهري هو اعظم من تولى وتعامل مع الاعلام صراحه. يعني كان اللي حضر يعني كابتن الجوهري استمتع معاه قوي بتجربه قيادته للمنتخب قبل الوصول الى كاس العالم 90 لانه كان على طول يمكن كان في بعض الانقسامات عليه من النقاد القدام فكان بيعتمد على الصف الثاني او الثالث من الاعلاميين وكان بيهتم جدا بارائهم وبانه في كل مؤتمر او في كل جلسه هو بيتكلم فيها لازم يكونوا موجودين والصحفيين او الاعلاميين بقى ايامها كان الصحفيين اكتر. النهارده ما شاء الله يعني الاعلام توسع جدا لكن ايامها كانت الصحافه قوه مؤثره جدا مع الكابتن الجوهري لان ما كانش في منفذ تاني لان هو اللي يعني اللي كان ماشي او اللي كان موجود هو اللي كان الصحافه بالظبط. الناس بتنتظر الصحف هتقول ايه والكلام ده ده بقى يعني تقدر تقول انه ذكريات قديمه قوي يعني من زمن فات يعني اللي يسمعنا دلوقتي يقول ان الموضوع ده حصل من 700 سنه مثلا لا يعني من حوالي 20 30 سنه اللي هو قبل بقى الانترنت والسوشيال ميديا والنهارده انه بقى اي حد ممكن يوجه الراي العام من خلال مقال هو بيكتبه او حتى كلمتين لو حتى بوست على الفيسبوك حتى لو هو مش محترف هي اكيد وناس كتيره ممكن تسمع وتكمل وراه وتبقى اصلا وجهه النظر غلط والاراء بتختلف ممكن ولذلك في العصر ده الموقف اصعب يعني زمان كان قياس اتجاهات الاعلام سهله يعني تقدر تعرف مثلا 90% من الصحف ماشيه في اتجاه معين نادرا ما تلاقي حد واخد خط لوحده مظبوط النهارده في السوشيال ميديا لو المدير الفني او اللاعب تفرغ ان هو او يعني ادى وقت ان هو يقرا ايه اللي بيحصل مش هيعرف يوصل لحاجه فمحتاجه سيطره شويه فانا عموما بقول انه الاعلام الرسمي اللي هو المنظم سيبك من النيو ميديا يعني هو اللي انا بطالب حسام البدري والجهاز الفني المعاون يتعاملوا مع هذا الاعلام بالشكل اللي يخدم الهدف من وجود الكابتن حسام اللي هو ان هو مدير فني منتخب مصر 100% هيبقى فيه اغلبيه ساحقه بتؤيده اغلبيه ساحقه بمعنى انه ممكن تلاقي اعداد قليله هي اللي ضده فما يلتفتش اليهم هو يركز مع الاتجاه العام للصحف ووسائل الاعلام يعني. طيب بدايه رؤيتك الاعلاميه للمؤتمر يعني المؤتمر النهارده وجهه نظرك هل كان مؤتمر شامل في طرح الاسئله سمعت وجهات نظر عديده ولا تقديم المؤتمر كان ليك وجهات نظر فيه؟ لا هو كان مؤتمر بسيناريو بسيناريو يعني يعني مؤتمر غير يعني مش مفتوح تماما ثانيا انا برضو مع كل احترامي للزملاء او الناس اللي كانوا حاضرين لاحظت برضو في المسؤولين ولا الزملاء الصحفيين لا انا بتكلم على الصحفيين او الاعلاميين اللي موجودين في غياب شويه للصحفيين القدام او الاعلاميين القدام ودي نقطه يجب على اتحاد الكره ان هو يوليها بعض الاهتمام يعني يا ريت الاستاذ عمرو الجنايني والمجلس اللي موجود صحيح الدنيا في اتجاه الشباب و ما حدش معترض بس ما فيش حاجه
اسمها شباب بس. مفيش حاجه اسمها شباب بس، لازم، لانه غالبا اللي هيقول وجهه نظر في المؤتمر ده بيبقوا ناس القدام، لان هو عاصر اكثر من تجربه طبعا، عنده تاريخ، يعني مثلا يقدر يديك وجهه نظر تستفيد منها. فانا حاسس او حسيت ان المؤتمر يعني كان فيه حتى دعوه عامه، ما فيهاش تخصيص لدعوات معينه، لا ده هي بيان اتحاد الكوره بيصدره انه يا جماعه احنا في مؤتمر صحفي بكره لتقديم الجهاز الفني للمنتخب، اللي يروح يروح واللي ما يروحش ما يروحش. انت معايا؟ معاك. يعني هي دي بالظبط اللي هي انه ماشي انت بتعمل دعوه عامه، بس يجب، وخلي بالك احنا مش بنقول كده عشان القدام يحضروا او انا منهم او بتاع. وجهة نظر حضرتك على فكره حصلت في مؤتمر هيكتور كوبر في الاتحاد لما كان المنتخب تاكد رسميا تاهله لكاس العالم، وكان مؤتمر صحفي لشرح وجهه نظر الجهاز الفني في الخطوه القادمه قبل السفر الى روسيا. تمام. وفعلا تم توجيه الدعوه لعدد من النقاد الرياضيين الكبار وكان من خلال الاستاذ اسامه اسماعيل. ده مهم جدا، وانا حضرت يمكن هذا المؤتمر، حضرت المؤتمر ده بفكر حضرتك بيه لان ده حصل. لا هي مهمه ليه بقى؟ لانه انا زي ما بقول لك الشباب شيء مطلوب جدا، لان هو ده الوقود بتاع العمل. اما الرعيل الاول والثاني والناس اللي هم القدام شويه، بقول لك عندهم خبرات ازعم انها ممكن تبقى قد خبرات المدير الفني اللي قاعد. اللي قاعدين كده هيستفيدوا حتى من وجهه نظر بالظبط. يعني يعني يجب، يعني مثلا لو كان اتحاد الكره القديم السابق بيهتم قوي بهذه النقطه، كان ممكن جدا يبقى فيه تحذيرات من كوارث إدارية حصلت. لأن احنا شفنا، بص احنا دايما تقدر تقول أنا شفت الفيلم ده قبل كده، مش ساعات بتقول كده؟ أنا شفت الأفلام دي، أو الناس اللي أكبر مني شافوا الفيلم ده 20 مرة. أيوة. وحضر 20,000 مؤتمر، فبيبقى عارف كمان إيه اللي ممكن يتقال. بالظبط. ماشي، مع كل بقولك الاحترام للناس اللي حضروا على راسي من فوق يعني، بس هي دي ناحية تنظيمية مش مسؤولية اللي حضر، هي مسؤولية من يوجه الدعوة. من يوجه الدعوة، لأنه طبيعي حتى كناقد رياضي كبير أو كرئيس تحرير أو كرئيس قسم رياضي لما توجه ليه الدعوة أكيد هيكون حريص على الحضور. وهو اللي على فكرة هو اللي بيقود العمل، هو اللي بيقود العمل. خلي بالك يعني القدام هم اللي بيقودوا العمل بشكل تنظيمي. يعني هو اللي يقدر يعمل لك سياسة دعم، واخد بالك؟ وهنا بقى سياسة الدعم دي ما هياش سياسة يعني من أجل الحصول على مكاسب، لسبب، لأن أنت هتكسب إيه من منتخب مصر؟ ده أنت، ده منتخب مصر ده أنت تشتغله ببلاش، منتخب بلدي. فإحنا عايزين ناخدها اللي كان بينقصنا شوية أيام كوبر وأيام الله يكرمه أجيري، كفير أجيري، إنه المسائل كانت ماشية، ما فيش اللي هو الحته الوطنيه، لانه ده مدرب اجنبي. المدرب المصري هو من يحتاج المسانده، المدرب الاجنبي يوم ما خرجك من الدور الاول في كاس الامم الافريقيه عملنا ايه؟ خد فلوسه واتكل على الله، ما فيش، وسابك انت تضرب دماغك في الحيط. المدرب المصري هو اللي بيبقى حريص مع تجربه كابتن حسن شحاته، كابتن محمود الجوهري، ده اللي قاعد، ده اللي عاوز يعمل اسمه. يعني اللي قاله البدري كده بيقول انا كنت بعدي وانا في النادي الاهلي على اتحاد الكوره بيبص على الاتحاد عينه مش رايحه عن، رغم انه كان بيدرب اكبر انديه الشرق الاوسط وهو النادي الاهلي ومحقق معاه بطولات، انما يظل له حلم ان هو يقود منتخب البلد. منتخب ده فخر كبير وشرف كبير، بتفرق كتير قوي. وعشان كده انا بقول لك عايزين اتحاد، انا عايز، انا شخصيا عايز اتحاد الكوره يسخن شويه، ما تبقاش الامور امور روتينيه. جبنا احسن مدرب، جبنا احسن كوره، جبنا احسن لبس، جبنا في تفاصيل تانية جوه الشغل، هي في اللي هي الروح اللي احنا عايزينها، اللي هي الروح اللي تخلي حسام البدري والجهاز المساعد بيشتغل على اساس بدافع وطني والعلم والقصه دي كلها ما تجيش غير بانه الاعلام يشتغل بقلبه صح مع المدير الفني ومع اتحاد الكوره.
طب المؤتمر اجاب لك على كل استفساراتك وتساؤلاتك؟ لا يعني يمكن هو كان اهم الاستفسارات، ان كمان ما كانش فيه استفسارات طالعه من كذا حد يعني، هو كانت الاسئله كلها موجهه من بالزبط. من نفس يعني باتجاه مباشر، ما كانش فيه كذا وجهه نظر من كذا زميل كان موجود. يمكن يعني يمكن تكون دي عمليه تنظيميه، بس ممكن يبقى فيها تنظيم وفيها ايضا سماح للاستماع لاراء. كويس. يمكن النقطه المهمه اللي تم الاجابه عليها النقطه الخاصه بمحمد صلاح والتصويت في الاتحاد الدولي عشان ذا بيست يعني او الجائزه. انا اعتقد ان الاستاذ عمرو الجنايني اجاب عنها بشكل واضح، معرفش هي وصلت للناس ولا لا، بس هو قال انه الجواب اتوقع بحد تاني نائب المدير التنفيذي من غير مش ثروت سويلم. طبعا عبد العزيز هو اللي وقع على طبعا اللي هو ثروت سويلم هو المسؤول الرسمي. وهنا دي نقطه مهمه جدا، مجلس الاداره مشي، مجلس الاداره التاني جه، انا ماليش دعوه بمجالس الادارات، انا في اداره تنفيذيه جوه الاتحاد. يعني مثلا النهارده مثلا اعضاء مجلس الاداره في النادي الاهلي مش موجودين لسبب او لاخر، في اداره بتنفذ مظبوط سياسه مجلس الاداره اكيد. ليه؟ لانه مجلس الاداره المفروض بيضع استراتيجيات، بيضع استراتيجيات، يحط الاستراتيجيه وينفذها كل مسؤول حسب اختصاصاته. طب بما انك دخلت يا استاذ جمال في موضوع محمد صلاح، نعم، انا كلمت الدكتور علاء عبد العزيز في هذا الموضوع، تمام، قال لي الخطاب مكتوب فيه توقيع يعني المدير التنفيذي او من ينوب عنه. شوف انا ما احطش قرار زي ده رهن التكهنات. هو المدير التنفيذي، طب المدير التنفيذي كان موجود اللي هو ثروت سويلم، يعني انت فاهم قصدي؟ يعني ايه المانع انه بس ختم الاتحاد كان موجود على الخطاب؟ لا هي مش قصه توقيع فقط. بس انا دخلت في تفاصيل التفاصيل، لان انا عايز اعرف هل المشكله ان اللي وقع في التصويت هو المدير الفني للمنتخب ولا مين؟ لان انا اتقال لي ان في لوائح منظمه لهذه العمليه، عمليه التصويت، اذا ما كانش المدير الفني للمنتخب الاول يبقى المدير الفني للاتحاد. تمام. اللي تم ان المدير الفني للمنتخب الاولمبي، وهنا انت يعني رايح بمرحله ان المعيار في التقييم ممكن اجيب بعد كده بقى مدير فني منتخب الناشئين او اجيب مدير البراعم. لا. فانت هنا العمليه مش هتبقى ماشيه بشكل احترافي. مدير تنفيذي طالما هو موجود، احنا هنا مش بنلقي التهم على حد يعني، احنا بنوضح بس. احنا عايزين احنا عشان الناس تفهم. المدير التنفيذي لو مش موجود لاسباب قهريه، يعني هو مش موجود فعلا مثلا في الحج، مثلا في اي حاجه، اي حاجه الحج او في اي حاجه، بس يثبت ان هو مش موجود، فمن ينوب عنه ممكن. ما هو اللي نوب عنه في التوقيت ده كان علاء عبد العزيز، وختم الاتحاد موجود جنب التوقيع. لا بس برضو اصح يكون ايه يعني، ما هو مش ممكن يكون، ما هو الاتحاد الدولي ما ردش. ما هو الاتحاد الدولي لغايه اللحظه لا دي هو الاستاذ عمرو الجنايني قال سموه خطا اداري، وهو فعلا خطا اداري. ما هو انت دلوقتي مطلوب منك حد معين هو اللي يوقع، لان اللي كان بيقود الاتحاد في الوقت ده اللي هو ثروت، اللي هو ثروت مظبوط، فهو الممثل الشرعي للكره المصريه امام الفيفا حتى في جميع الخطابات او جميع المخاطبات. وبالتالي طب ايه المانع ان ده كان يتم؟ يعني 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 هتقول لي في سبب ايه ان هو في الحج مثلا؟ مثلا لا، طب ما في الجواب قبل ما اسافر الحج اعمله، او بعد ما ارجع من الحج لو في وقت اعمله. ده احمد المحمدي ما كانش موجود في مصر كمان. طيب ما هو ده، هو حتى دكتور علاء عبد العزيز اتصل بالمحمدي وبلغه بالموضوع لان الناس كانت ناسيه. كويس. الناس كانت ناسيه الموضوع اساسا، ما كانش هيتعمل حاجه. وده حصل من سنتين ثلاثه، انا اتذكر في وقتها كان حسام غالي كان كابتن المنتخب وتناسوا ان ياخدوا راي كابتن المنتخب في الموضوع، كانت في ازمه انا فاكر الموضوع ده كان من سنتين ثلاثه. يعني عارف المره دي اللوم مش على هاني دانيال. هاني دانيال على فكره لا، دي قصه ثانيه. هاني دانيال مقيم في برلين، صحفي في المانيا، يعمل في برلين وبقاله 4 سنين بيشارك في الجائزه بالظبط. وكان النهارده يمكن انا كنت في مداخله مع احدى القنوات الاذاعات العربيه، وكان هاني دانيال معانا على الخط من برلين، وقال ان هو ما استبعدش صلاح واداله الترتيب رقم 3. ممكن يبقى فيه عتاب على هاني دانيال، انما الزعل الحقيقي من اتحاد الكوره او من الاداره اللي كانت موجوده مسؤوله في توقيت ارسال الترشيحات. طيب تصريحات الاستاذ عمرو الجنايني النهارده
فصل في الموضوع قال بشكل نهائي خلاص الموضوع عرفنا ايه اسبابه ولا لا؟ ما هو قال كده، هو قال مباشره ايوه انه في حسن نوايا بس الخطا ده خطا حقيقي. اداري حقيقي هو فعلا انا هو حتى الكلام ده قلت اقول امبارح هو قال كده و يعني انا برضو سعيد بانه يتم هذا المؤتمر. احنا برضو عاوزين، احنا قلنا اتحاد الكره في الفتره الاولى كنا سايبينه يرتب الاوضاع ومحدش بيزعجهم، لا مفروض في قرارات كتير بقى اعتبارا من النهارده لما هو قادم، لما يطلع قرار يبقى فيه مسؤول رسمي من الاتحاد بعيدا عن البيانات الصحفيه، لانه احيانا البيان الصحفي ده بيبقى عامل زي ما بيجاوبش على كل التساؤلات، يعني انت فاهم قصدي؟ يعني يجب ان يكون في مسؤول جوه الاتحاد سواء كان استاذ عمرو او اي حد يكلف بهذا الامر يبقى موجود لشرح القرارات وتفسيرها، يعني لا مانع. احنا قلنا الاول هما مشغولين، طيب دلوقتي خلاص العجلة دارت والمركب القطر طلع يبقى في بقى اهتمام شويه، ويمكن هو اتكلم النهارده استاذ عمرو كمان في مساله انه هيهتم بالناحيه دي بالجزء الاعلامي الخاص باتحاد الكوره، ده مهم جدا. مع كل هو قال واكد كده مع كل الاحترام للزميل اسامه اسماعيل، انما في افكار وفي حاجات هتتم قريب، فنتمنى ان ده يتم. طيب. ملف محمد صلاح كده بالنسبه لنا عرفنا اسبابه ولا لسه؟ والله احنا عرفنا نتائجه. النتيجة معروفة. أصل شوف الأسباب هنتكلم فيها كتير. بس مهمة. ما هي مهمة. ليه مهمة يا أستاذ؟ مهمة، وبعدين أنت اتحاد الكرة كمان أعتقد إنه الإجابة اللي قالها الأستاذ عمرو الجنايني النهاردة مش هتبقى كفاية، لأنه الاتحاد مش قاطعة. فتح التحقيق. يعني إيه فتح التحقيق؟ يعني طالما أنت فتحت تحقيق لازم يطلع إجابة رسمية. يعني أنا بفكر اتحاد الكرة من الآن انه طالما انت قلت انا هحقق في الامر يبقى لازم تديني نتائج، يبقى لازم تديني نتائج، ولا يقيد الامر ضد مجهول. ما هي مشكلتنا انه احنا بنعتمد على ان الناس بتنسى، واحنا كلمنا عصر الزمن والوقت، لا واحنا كلمنا محمد صلاح والراجل متراضي وتمام والدنيا تمام، انت فاهم قصدي؟ فلا برضو محتاجين حتى لا تتكرر الاخطاء، لان الملف ده كشف لنا حجم عدم الاحترافيه وعدم الدرايه بالمعلومات في اي ملف بيحصل في الكره المصريه. انا لحقت حضرتك اتحاد الكوره وهو فيه 3 موظفين، النهارده فيه 350 موظف. انا يعني كنت فاكر واحنا لسه بادئين صحافه تروح الاتحاد تلاقي واحد قاعد في مكتب والتاني قاعد في مكتب بعيد عنه، واحد بيدير المسابقات كلها، واحد بيدير المناطق كلها، كان المهندس يسري الله يرحمه. انا بقول لك كذا كذا شخصيه، كان المسابقات كلها بالمهندس يسري، كذا شخصيه موجوده وكانت الامور بتمشي. فطالما انت عندك ستاف من الموظفين ده، في واحد كل واحد يقوم بعمله، ده في واحد متخصص في هذا الشأن، يعني هو معاه الباسورد، يعني الموضوع بيتبعت ازاي؟ لان برضو الملف ده لما اتفتح اول يوم الناس قالت كلام كتير قوي في الاخر كله طلع غلط، لان كله اجتهد. واحد قال لك اصل خفير اجيري هو اللي وقع، واصلا ما كانش موجود خفير اجيري، وبعد كده قال لك اصل الكابتن شيعه غريب، بعد كده اتقال لنا ما هو ده اصل المفروض المدير الفني للاتحاد، بعد كده اتقال لنا لا اصل اللي وقع نائب المدير التنفيذي المفروض المدير التنفيذي، بعد كده انا سالت قال لك لا ما هو الخطاب بختم الاتحاد ومكتوب فيه المدير التنفيذي او من ينوب عنه. لما سالت كمان هي الفكره مش التصويت بيتم في استماره وبيتبعت فاكس او كده، لا ده بتترفع الاستماره على لينك، واللينك بيتبعت عبر الايميل من خلال باسورد مسؤول عنه شخص جوه الاتحاد ماسك هذا الملف مع الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي من خلال الباسورد، هو الوحيد جوه الاتحاد اللي محتفظ بيه وبيشتغل فيه وبيبعت هذه الملفات. عارف الميديا سنتر بتاع الفيفا؟ لو انت ما قدمتش الورق بتاعك في التوقيت في التوقيت المناسب، لو انت خالك مين؟ شكرا. عمرك ما تعرف تخش بطوله. ما خلينا بقى واقعيين، يبقى اذا طالما الاتحاد الدولي عامل سيستم معين، واخد بالك؟ طب ما ده يعني ابسط الامور انك تشوف طلباته، زي لما يكون عندك اداري فريق مثلا في نادي او في المنتخب وما يعرفش ان في لعيب عنده انذارين او 3 فمفروض ما يلعبش، دي كارثه، وتلعبه، دي كارثه اداريه كبيره. ما انا بقول لحضرتك هنا الجزء الاداري مهم جدا. واخد بالك؟ يعني انت عندك كابتن بركات هيبقى مدير المنتخب، هيبقى معاه طقم بيساعده،
لازم تبقى انت عارف كل ما يتعلق باللوائح الخاصه لوائح الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والعلاقه التنظيميه بينك وبين المحترفين لان ده مهم جدا. ممكن زي ما قلنا دلوقتي ممكن يكون يعني هو صلاح ما كانش هيكسب الجائزه بس الفكره كلها انه اللي حصل اغضب محمد صلاح مش ده اللي حصل اغضبنا احنا قبل واغضبنا قبل ما يغضب محمد صلاح ودخلك في قصه زي ايام ما كان اتحط مثلا صورته على الطياره بالمخالفه لعقود اللاعب فانا عايز اقول والعلاقه التعاقديه او العلاقه ما بينك كمنتخب واتحاد مع اللاعبين المحترفين بالظبط فكل ده لازم يخضع يعني انا اتوسم برضو خير في المجموعه اللي موجوده لازم عشان برضو نبقى متفائلين المجموعه اللي موجوده وده اللي اكد عليه برضو عمرو الجنايني انه المجموعه دي كلها مش عايزه حاجه من المكان ماشي فبالتالي هيشتغلوا لمصلحه المكان لمصلحه انه الاتحاد خلي بالك ده داخل على حاجات بقى مهمه اللي هي تصفيات كاس امم لا وغير بقى البطولات وتعديل لائحه تعديل بقى القصه ثانية. اللي هي الاساسيه اللي هم تم اختيارهم عليها بالظبط فكل ده يتطلب انه يبقى في يقظه كامله في المرحله اللي جايه وانا بقول لك انا بتوسم في المجموعه اللي موجوده يبقى نتمنى يا رب ان شاء الله خير وهو برضو نافع حاجه مهمه جدا قال لك الاعداد والحاجات اللي اتكتبت والكلام ده كله مكان ملوش اساس من الصحه في عمليه اختيار الجهاز الفني طيب قبل ما نرجع للجهاز الفني عشان نقفل ملف صلاح يهمنا وفي اثناء فتح التحقيق والنتائج الملموسه اللي هتطلع بعد التحقيق نعرف لازم المدير التنفيذي هو اللي يوقع بشكل مباشر ولا من ينوب عنه عشان لو في من ينوب عنه يبقى كده ايه القصه مش في ديت وهل لو ما فيش مدير فني يبقى اللائحه بتقول لا بس هو استاذ عمرو الجنايني قالها صراحه النهارده يعني ما هو قالها بناء على رد الاتحاد الدولي ولا قالها بناء على ايه لا انا ما سمعتش قصه من ينوب عنه انا سالت دكتور علاء قال لي المدير التنفيذي او من ينوب عنه لا انا بدليل ان حتى الخطاب موقع بختم الاتحاد اللي جه على ما احنا بقى بص تعرف بقى محمد الفكره كلها مفيش حاجه او حاجه الفكره كلها نبقى عارفين النظام ده بيقول ايه اتعامل معاه الاتحاد الدولي يعني زي رئيس اللجنه النهارده او رئيس الاتحاد قال كده مباشره انه السبب هو عدم توقيع مدير التنفيذ للاتحاد طب وهل يجوز توقيع ما قالش من ينوب طب هل يجوز توقيع سمعتها دلوقتي يعني هل يجوز توقيع المدير الفني للمنتخب الاولمبي لو ما عندكش مدير فني المنتخب الاول طب ما في مدير فني للاتحاد لا بص المدير الفني للاتحاد ده قصه تانية صراحه كل الاحترام للدكتور محمود سعد لا ايا كان بالجوب سكريبشن اللي بيشتغل عليه انا بتكلم على انه مدير فني للاتحاد يجب ان يكون له دور اكبر من تنظيم دورات وتسيير اعمال اكاديميات وبراعم يعني كان انا كنت بتوقع ان الدكتور محمود سعد يبقى له دور كبير في تشكيل لجنه فنيه صغيره كده بهدف اختيار المدير الفني مساعده المجلس هو يعني دور المفروض يبقى كده فعلا ما انا بقول لحضرتك مساعده الاستاذ عمرو الجنايني ورفاقه في الامور الفنيه في الامور دي بدل ما الناس تبقى هي اللي دايره عماله تدير هذا الملف طب ما يبقى انت عندك زي ما حصل في النادي الاهلي كان في اللجنه اللي موجوده وموجود الدكتور طه وكابتن زكريا كابتن خالد بيبو زكريا وكابتن خالد بيبو ومعاهم طبعا الكابتن محمد الخطيب فتم ترشيحات لمدربين كتير وتم الاستقرار على فايلر وطلع الدكتور طه اسماعيل في المؤتمر الصحفي شرح اليه الاختيار طيب صح طيب واحنا بنتكلم في الموضوع ده لما ننتقل لقصه الجهاز الفني للمنتخب قلنا التوقيع المدير التنفيذي او من ينوب عنه كابتن شوقي غريب والمدير الفني للاتحاد بس حصلت حاجه غريبه تمام المدير الفني للمنتخب السوداني الكرواتي زيدرافكو لوجرافيتش ايوه قال في استماره التصويت والاستماره هتكون معانا على الشاشه انا صوتي وحتى هو كان ذكي قوي صور الاستماره قبل ما يبعتها صلاح ماني امبابي تمام لكن فوجئ بعد اعلان البيانات الرسميه في التصويت ان الصوت بتاعه كان رايح لميسي لا طبعا يعني قدامنا على الشاشه ده السكور شيت التصويت للمجموعه اللي هو كانت صورها واذيعت بالفعل نشرت يعني هو طبعا دي تبقى كارثه وده البيان الرسمي من الفيفا دي تبقى كارثه بس السؤال هنا يوجه بقى للفيفا هل المسائل بتدار
طب اذا كان الفيفا نفسه بيعلن اسماء المشاركين وترشيحاتهم مظبوط صح ولا لا؟ مظبوط. يعني من باب اولى هو الراجل ده هيجاملنا في ايه؟ شايف يا استاذ جمال شايف التوقيع الساين اللي على اخر تحت الشاشه؟ وعلى فكره هو شايف المربع اللي جنبها ده؟ ده هو الراجل كمان مش المربع سوداني. لا هو مش زي ما اقصدش، انا عارف المربع ده على فكره ده ختم الاتحاد. يعني القصه مش توقيع المدير التنفيذي بس، عشان ده بس هو ايه اللي احنا بعتناه؟ لا ده المتعلق بالمنتخب السوداني، المدير الفني اللي هو الكرواتي للمنتخب السوداني. بس انا عايز اقول معلومه عشان الناس، انا لسه حتى كنت بكلم مع حضرتك بقول لك القصه مش توقيع المدير التنفيذي، ختم الاتحاد كمان طبعا، لان اتقال لك اصل الورقه ممكن ما نثقش فيها طالما مش المدير التنفيذي اللي وقع عليه. ختم طبعا لازم، ختم الاتحاد موجود بالظبط. بس هنا الراجل السوداني، الراجل الكرواتي المدير الفني وقع وقال اختياراته. البيان الفيفا لما طلع ان هو قايل ميسي. تعليقك على دي يعني ده معناه لا انا بقول ان دي طبعا مخالفه شنيعه لسبب. المفروض انت ما تتدخلش. انت بتدي نفسك اتحاد دولي الحق في اعلان اسماء الناس اللي شاركوا صح ولا لا؟ مظبوط. وبتقول فلان ادى فلان. طب ازاي انت بتقول ان هو ادى ميسي والراجل مدي صلاح؟ دي يعني صلاح ماني مبابي. بس هقول لك حاجه يعني ما لا تستبعد، لان هي الفيفا ليست مؤسسه لها قدسيات يعني. يعني قد يكون برضو هناك في شغل جامد. يعني ما تضمنهاش. اصل غالبا هي يعني الاستماره دي بتتبعت على لينك عبر الميل، فيعني فكره طيب اللعب فيها ده دي ده هم بقى اللي يجاوبوا على هذا اللغز. لان انا سمعت برضو وانا شغالين على قالولو، ما انا فيش معلومه رسميه بالظبط، المعلومه للاسف سمعت انا انه الاتحاد الدولي قال لا، ده انا عندي الورقه بتاعه التصويت بتاع المدرب الكرواتي للسودان مدي ميسي. طب ازاي يعني هو الراجل هيبقى عنده عامل ورقتين يعني؟ مش عارف. ما انا بكلمك جد. فبص سيبك يعني، انا اهم حاجه كانت بالنسبه لي اللي هو يخصنا احنا هنا. صلاح زعل من حد غير من صلاح؟ ما زعلش من هاني دانيال صح ولا لا؟ هو رد فعله زعل من الاتحاد المصري، لان هو ما وضحش في رد فعله يقصد مين. نعم، ما وضحش في وجهه نظره او في رد فعله يقصد مين. صلاح لا، بس هي باينه يعني، ممكن يكون زعلان من الاثنين. لا بس هي باينه اكتر. اصل انا بقول لك افرض انا راجل ناقد وديت ميسي، ممكن تلومني ازاي يا جمال تعمل كده ماشي في وجود محمد صلاح؟ بس اللي تزعل منه بقى مش تلومه بس، اتحاد بلدك اكيد ده الاساس، لان هو ده الجهه الرسميه. هو طبيعي انه انا افقد صوتين خاصين ببلدي؟ لا طبعا، هو ده اللي يزعل يعني. 10 اصوات، لان لا انا اقصد يعني 10 نقط 10 نقط تصويت كأول وأول 10 نقط. وممكن دي ما تكونش هي اللي هتكسبك، بس على الأقل لما تلاقي إن صوت مصر لم يعتمد يبقى في غلط. الغلط ده من مين؟ أنا أتمنى الموضوع ده يتم إعلان نتائجه بشكل مباشر، لأن مش هعتمد بشكل نهائي على تصريحات الأستاذ عمرو جلال النهارده. أنا عايز النتائج رسمية، نتيجة التحقيق وبناءً على رد الاتحاد الدولي بشكل رسمي، طالما الاتحاد والرد ينشر يا أستاذ جمال. نعم والرد ينشر. ما أنا بقول أنا بوجه كلامي معاك لاتحاد الكورة، انه طالما احنا فتحنا تحقيق في هذا الامر، اي تحقيق لابد ان تعلن نتيجته عشان الناس تتعلم حتى تعرف بالظبط كده خطواتها ايه. واذا كان محدش يجتهد، اذا كان حد موجود في لسه موجود واخطا يعني يعاقب برضو على هذا أكيد. اذا كان هناك عقاب يعني او اذا كان هناك وسيله لتطبيق عقوبه على المخطئ يعني. مع فكره ان الصحفي اللي كان موجود وشارك يقول صوته كرؤية فنية، لأنه على فكرة أنا حسب ما سألت وعرفت يعني هو كان موجود آخر برضو 3 سنوات بالزبط. في الموضوع وكان دايما صوته لصلاح. هل ليه علاقة بقى أنه هو لا أنا الإيمج بتاعي يعني؟ المهنية ولا الوطنية؟ لأن أنا برضو لما فتحت الملف بتاع تصويت لجنة التحكيم لقيت فيه صحفيين فرنسيين وكذا جنسية تانية مش مديين لأبناء بلدهم. يعني في صحفي فرنسي مش مدي مبابي، في صحفي كرواتي مش مدي. هي موضوعية، بص هي موضوعية أو مهنية اكتر من لازم. يعني شويه اكتر من لازم. بتقيسها كده؟ يعني انا بقيسها كده. ما اصل هو ممكن يكون زميلنا الاخ هاني دانيال ممكن يكون موضوعي اكتر مني. بس انا لو مكانه هدي صلاح. يعني مش بزايد عليه يعني. ليه بقى؟ لانه صلاح ما عملش قليل برضه،
انت فاهم قصدي؟ وصيف دوري انجليزي يعني بطل دوري ابطال اوروبا. انا مش جايب محمد صلاح، ليفربول بيحتل المركز الاخير وليفربول ما خدش بطوله انديه اوروبا ابطال الدوري وبحطه كده. يعني هو الفرق الوحيد انه على مستوى المنتخب، على مستوى المنتخب وصل فاينل ساديو ماني، صلاح خرج من دروس بالظبط. لكن انا اقدر اقول انا مبرري في اختيار محمد صلاح انه طب ما هو بيقتسم لقب الهداف مع ساديو ماني وأوباميانج كمان. مظبوط ماشي. مش كده ولا مظبوط هداف دوري انجليزي. فاذا في معايير تخليني اقول محمد صلاح، هي المعايير واللي يزعل يزعل. لا يعني حتى الفيفا لو زعل ماشي. انا بقول رايي. لا الفيفا عمل حاجه غريبه. الفيفا السنه دي في التشكيله المثاليه مفيش ولا لاعب افريقي ولا لاعب عربي. في ظل ان الاستفتاءات في اوروبا كلها حكيم زياش المفروض مصنف كافضل لاعب صاعد موجود في الدوريات الاوروبيه، هدافين الدوري الانجليزي ثلاثه من افريقيا مش موجودين في التشكيله المثاليه. ما هو برضو ما دي علامات استفهام، اصل دي اختيارات لجنه. فعلى فكره ما هيش لجنه من يوتوبيا يعني. لا 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 اكيد ناس زينا لهم اهواء واضح ان واضح ان الجائزه كانت محتاجه قيمه تسويقيه وسبونسر عشان تعوض اللي حصل السنه اللي فاتت. بلا شك ان بريق الرعاه، لا بريق محمد صلاح اقل نسبيا من الموسم اللي فات بدليل ان هو خارج من حاجات كتير. لكن ده مش معناه ان هو بعد قوي، بدليل انه ترتيبه الرابع برضه. استاذ جمال، واحنا كنا نتخيل ان عندنا لعيب مصري اصلا في سنتين لا طبعا متتاليتين ورا بعض يبقى تالت احسن لاعب في العالم، ما هو ده السنه الثانيه رابع احسن لاعب في العالم، وخد كمان تصويت الاتحاد المصري. لا كان ممكن يتخطى. شوف احنا طموحنا كريستيانو، شوف احنا طموحنا بقى فين. يعني بقينا نزعل عشان هو الرابع، ده احنا كنا بنتمنى بس نشوف جول للاعب مصري في الدوري الانجليزي. ده بقى الرساله برضه اللي احنا نوجهها بقى لمحمد صلاح نفسه، انه ما يزعلش من اللي حصل، يزعل مؤقتا بس ده ما يأثرش عليه على مسيرته. يعني احنا عاوزينه يستعيد بسرعه تركيزه وزي ما بنقول دايما يفصل نفسه شويه عما يدور حوله وردود فعله. ومساله السوشيال ميديا محتاجه انا عايزه يعد لغايه 100 او 10. والله يعني اصل السوشيال ميديا خطورتها في ايه؟ يمكن انا لو انا نجم كوره حوار معاك قبل واحنا داخلين دلوقتي بقعد افكر شويه قبل ما اقول وهتكلم واقول ايه ومش هقول ايه. انما السوشيال ميديا انت وراسك، انت قاعد مع نفسك، حصل موقف دب، الدب دي هي دب فعلا. ايوه هي دب فعلا. وبعدين ممكن تيجي بعد نص ساعه تندم انك عملت كده. فانا بقول لصلاح عد لغايه 10 بلاش 100. بلاش 100؟ طيب والله بجد يعني انا ده بقوله حبا في صلاح يعني. يعني انا ليا وجهه نظر ايام ما جه عشان يقضي العيد في بلده في قريته ولقى ناس موجودين تحت البيت ومش عارف ينزل والكلام ده. لو هو فكر فيها خمس دقائق زياده هيعرف انه في ناس بايته تحت البيت. يعني انا قريت بوست الواحد من اللي كانوا قاعدين بيعاتبوا، يعني بيقولوا احنا ما قصدناش حاجه، ده انا جاي من بلد تانية وبايت طول الليل تحت، لو انت قلت لي صباح الفل وهنمشي جبرت بخاطري. بالظبط. فهي هي الفكره جبر كلها جبر الخواطر. يا استاذ جمال نعم، هي كانت جبر الخواطر، هي في حاجات الخواطر بسيطه كده. وبعدين احنا نروح ونيجي يبقى الحته العاطفيه في مصر اللي بتخلي برضو معلش محمد صلاح يا محمد في الفتره السنتين اللي فاتوا يكتسح اي استفتاء جماهيري اي تصويت من المصريين. انت معايا؟ ده حقيقي. فيمكن السنه دي اتلغت حته التصويت لان صلاح بيكتسحها. لا هي موجوده بس بنسبه قليله. قللوا النسبه. يعني لجنه التحكيم الاعلاميين والصحفيين بنسبه. الفانز الجمهور عبر العالم فهم بنسبة. قللوا النسبه دي لانه لقوا ان صلاح بيتفوق. فهي الفكره كلها ايه؟ ده في استفتاءات ممكن تخش تصوت مرتين. نقول بس لابو صلاح عد لغايه 10، اذا لقيت ال 10 ما جابتش نتيجه كمل ل 100 بجد والله. يعني يحتفظ شويه بهدوءه اكيد لانه نجم وما يزعلش وحقه عليا انا وعليك. طيب ماشي. يعني. نرجع للمنتخب من تاني. تشكيله الجهاز الفني نعم
وجهة نظرك التكوين والتشكيل بيسد كل الثغرات اللي ممكن جهاز فني او كمدير فني يشتغل عليها، او انت قيمت او شفت الاسامي ازاي مع بعض؟ هقول لك حاجه، يبدو للبعض ان دول مش كلهم هو اللي مختارهم حسام البدري، اعتقد هذا يعني مش دول الجهاز بتاعه اللي هو عايزهم في مجموعه الاول مره تشتغل معاه. هي الفكره كلها بقى برضو في الجوب ديسكريبشن. والله هو كمدير فني بيحدد، هو المسؤول اولا اكيد الاول والاخير. يعني محدش يقدر يقول مثلا انا هتدخل في عمل المدير الفني. انما المجموعه اللي تم اختيارها كاشخاص هم كلهم لعيب الكوره ودوليين ولهم تاريخ، فبالتالي اعتقد لو حصل الانسجام، وهيحصل على فكره لانه في النهايه كلهم محترفين. النهارده الناس دي كلها مش بتشتغل فقط يعني كله طبعا حبا في مصر 100% وفي البرستيج اللي هياخده لما المنتخب ده يعمل حاجه، لكن اعتقد انه الكل هيتعاون مع حسام البدري لنجاح المهمه دي. واعتقد برضو ان الكابتن حسام مش هيدي فرص ان حد ياخد اختصاصاته. ما هو المدير الفني واتحاد الكره يؤكد هذا، النهارده هو موجود على المنصه مع استاذ عمرو الجنايني، فهو المسؤول استاذ عمرو الجنايني كرئيس اتحاد او رئيس لجنه خماسيه، وحسام البدري، دول اللي هم الرمزين بتوع الاتحاد وبتوع الجهاز الفني، فاعتقد هيبقى في تعاون يعني. طيب فكره استدعاء المحترفين واستدعى خمس لعيبه فقط، صلاح، تريزيجيه، احمد حسن كوكا، النني، واحمد حجازي. استبعاد ورده، استبعاد احمد المحمدي، استبعاد علي غزال. مش عايز اقول استبعاد بس يعني هو فضل عدم الاكتفاء. عدم استدعاء. عدم استدعاء. بالظبط. حلو. هي والله بس يعني عشان المعنى ما يبقاش مؤثر او بشكل سلبي. بص طبعا هو ده حق المدير الفني، وعايز اقول انه عمرو ورده كان لازم يبعد شويه لغايه ما القصه الشهيره بتاعته تنتهي. ثانيا هو لازم يجرب بقى، يعني هو كابتن حسام بيعمل ايه دلوقتي؟ هو استعان بالخمسه دول اللي هو شايف ان هو محتاج لهم في الاجنده اللي جايه. وعلى فكره شيء مهم جدا ان هو ما يعتمدش فقط على المحترفين، مش كل المحترفين، مش اي لاعب محترف. أيوة. يصلح. ليس كل محترف يستدعى حسب مستواه، لكن قصه ان انا عندي 15 لعيب او 10 لعيبه محترفين اجيبهم واحط عليهم المحليين هنا. لا. وفي منتخب مصر تحديدا ليها مدرسه محترفه، لان ده كمان بيظلم اللعيبه المحليين. ما اللعيبه المحليين دول من حقهم ان هم اللي بيتالق يلاقي فرصه. هو محترف كمان في الدوري المصري، ما هو محترف يعني. لا انا اقصد محلي يعني المحليين دول مهمين جدا، ويمكن احنا نتذكر تجربتين سواء الجوهري او حسن شحاته، الاثنين كانوا معتمدين في الاساس على المحليين، على لعيبه النادي الاهلي بنسبه كبيره فعلا. بالظبط. فهي الفكره كلها في اختيار التوليفه اللي هي تحقق اللي احنا عاوزينه. وبعدين المباريات الوديه او التجمعات دي او المعسكرات هي اللي هتحدد احتياجاته جايه، خلي بالك ده اول تجمع يعني. بالظبط. فده هيبين له برضو الاحتياجات ايه. احتياجات ايه. طيب احمد المحمدي مش موجود فمش هيكون كابتن المنتخب في المباراه او في الاجنده اللي جايه. هل تتوقع ان يكون الكابتن محمد صلاح؟ والله حسب الادميات، بس حضرتك استاذنا وعارف ان الاعلام دايما بيحب يسبق بخطوه فيدي منشته او يقول معلومه، هل والله تتوقع بس صلاح يستحق. مفيش كلام، واعتقد ان هو بالنسبه لكل اللعيبه اللي موجودين هيبقوا مقتنعين ان محمد صلاح يبقى هو الكابتن. يعني مش شايف ان ملهاش علاقه بالادميه كمان، ومش ان هي مدارس. لا مش بالضروره، ان في ناس يقول لك الادميه، ما هي مدارس. وبعدين لو هتقيسها بالادميه، طب ما صلاح هيعتبر من الاقدم يعني. اقدم الكباتن او اللعيبه اللي موجودين، وبرده ما اعتقدش انها هتبقى يعني، على الاقل يا سيدي يصلحوه بقى كمان، يسامحوه يا جامد، يصلحوه يعني، او يعني يبقى تقدير برده لمحمد صلاح. وبقول لك ما اعتقدش ان يبقى في اعتراضات يعني. اكيد طبعا، حتى من اللعيبه. واعتقد الجهاز الفني الملف ده اكيد اشتغل عليه اصلا من اليومين دول. بالزبط. بعد الازمه دي، لان ده اول حاجه تصدرك الجهاز قبل ما يشتغل. الشغل ده كله لازم يتعمل
قبل اول تجمع مع مدير فني جديد لازم هيبقى فيه شويه حاجات تتظبط يعني بالمعامله وبالعلاقات باسلوب بقى المدير الفني الجديد. وانا متفائل بنسبه الاسلوب كمان بمناسبه الاسلوب بوجود محمد بركات كمدير المنتخب. بركات هيظبط الامور هتبقى القصه. لا فعلا هو بركات يعني كمان خلي بالك اختيار محمد بركات اسم يعني اسم محمد بركات اسمه وخبرات وخبرات وتاريخه لا برضو يستحق تماما يعني مفيش كلام واعتقد ان هو بقى امامه تجربه جديده تماما يعني هو بركات جرب حاجات كتير صح جرب اشياء كثيره يعني رجل اعمال وفنان فدي تجربته الحقيقيه في كره القدم ان هو الكاريزما بتاعته عايزينها تبان بقى يعني هو كمدير للمنتخب لا اسمه كاريزما عايزينها بقى في الملعب في المنصب وفي الملعب او في المنصب يعني مع الجهاز الفني بالظبط. طيب واحنا بننتقل من ملف اتحاد الكوره ومحمد صلاح والمنتخب الى ملف النادي الاهلي بس وانا بنتقل كده لازم وانا بعدي لازم في امور كده ايه بتعدي وبلاحظ ان الاعلام ما بقاش يركز عليها زي زمان يعني انا دايما كنت بهتم او حتى الزملاء لما نتعلم حتى من اساتذتنا لما الاتحاد يطلع لائحه الناس تقراها وتبص فيها وتقارنها باللائحه اللي قبلها انا اخر اسبوعين بشوف حاجات الناس ما بتاخدش بالها منها يعني مثلا كاس السوبر انا فاكر الكلام ده من 4-5 سنين لما استحدثت المسابقه بطل الكاس بياخد 1,000,000 جنيه والوصيف 750,000 جنيه وتوزيع ايرادات المباراه بتتقسم 40% للاتحاد 30% للناديين اللي بيشاركوا لائحه كاس السوبر السنه دي لما طلعت قبل المباراه ب 24 ساعه او 48 ساعه ما لقيتش فيها اي حاجه خالص هتاخد الكاس وخلاص ولو خالفت الرعايه بتاعت الاتحاد لان المباراه ملك الاتحاد والراعي غرم الاتحاد القيمه اللي الراعي غرم فيها الاتحاد هيغرم الاتحاد هيغرمك انت كنادي اللي انت خالفت لكن انا خدت كام من مكافاه البطوله مفيش عائدات البس والتذاكر وايرادات طبعا. المباراه مفيش طب احنا في احتراف او الناس احنا في 2019 يعني بعدين المسابقه بدات بكده الاول الطبيعي بتزيد مش تتلغي بالظبط يعني انا لاقي كاس سوبر وعامل معسكر انا وصارف. صراحه زيك كده فوجئت قبل المباراه بساعات انه لا مكافئات البطوله معموله محبه كده وده يعني انا شايف ان هو مش مظبوط لسبب انت عايز تعمل دي بقت فقره اساسيه عندك مباراه السوبر فبالتالي الاهلي والزمالك او سي اي فرقتين تانيين لما يجوا يلعبوا هذه البطوله لازم يكون فيها مكافئات ماليه ده طبيعي يعني اصل النهارده مثلا الاهلي كسب البطوله عدي مكافاه لعيبتي ماشي الاهلي هو اللي هيدفع ولا مفروض الاتحاد اللي هو المنظم بالشركه الراعيه بالناس المسؤولين عن التنظيم هم اللي يخصصوا جزء من العوائد الماليه اللي عندهم صح. لمكافاه الفريق الفائز صح يعني انا شايف كمان انه مفيش بطوله تبقى ببلاش كده دي بطوله ببلاش كده وهي بدات برقم كويس والمثير بقى ان هي كمان اعقابها عقوبات بفلوس طب هل في لائحه طب ليه ليه العقوبات دي مش مجانيه طب هو في سؤال اهم هل العقوبات دي بناء على لائحه لا ما في لائحه مكتوب فيها الارقام الماليه دي الصراحه انا ما شفتش لائحه السوبر عشان ابقى صريح هي عندك مش موجوده طيب لائحه السوبر مبعوثه للانديه مثل وعلى فكره انا جايبها من الاتحاد يعني الاتحاد نشرها على الموقع الرسمي والمكتوب كده مسابقه كاس السوبر بالظبط فيها 5 بنود اول بند الاتحاد هو المسؤول عن تنظيم واداره مسابقه سنويه ماشي تعظيم سلام لكاس السوبر تقام المباراه على الملعب اللي بيحدده لها قدامنا حتى على الصوره اهي الخطاب تقام المباراه على الملعب اللي بيحدده الاتحاد مع شركه الراعي اوكي تمام في حال حصول النادي على بطولتي الدوري والكاس في نفس الموسم تقام السوبر بين اول الدوري وثاني الكاس تمام ماشي انت بتحدد مين اللي هيلعب المباراه ماشي. على الناديين المشاركين في البطوله تنفيذ الحقوق التسويقيه والتجاريه المنصوص عليها بين الاتحاد المصري والراعي حلو. وفي حاله عدم التنفيذ الالتزام يوقع على النادي المخالف الغرامات الماليه التي تتوقع على الاتحاد من قبل الراعي امسك في دي بقى امسك في حاجه بعد كده لائحه تطبق على المباراه لائحه المسابقات وشؤون اللاعبين والشروط التي تضعها لجنه المسابقات لهذه المباراه ماشي لا امسك في اللي قبل كده اللي احنا قلنا عليها اللي هي لائحه ايه الجزء الخاص المتعلق بالغرامات التسويقيه حلو قوي طالما انت عامل بند ينظم الحقوق التسويقيه
يعني النادي الاهلي مش هيجيب الراعي بتاعه. تمام. المفروض انه هيبقى الراعي بتاع الاتحاد. لان مباراه الاتحاد الزمالك نفس الكلام. طيب يبقى اذا لو انا خالفت هذا البند يعني هم يمكن الناديين مشوها يعني حبي يعني او التزموا. والتزموا. لكن برضو احنا المفروض اتحاد الكوره يلتفت للنقطه دي، انه طالما انت عامل لائحه وفيها عقوبات يبقى لازم في مكافئات. اصل انا مش هلعب بطوله ببلاش. بالظبط. يعني مفيش كده في الدنيا. لا مفيش طبعا. وبعدين البطوله اصلا بدات برقم يعني. لا انت كمان قايل ان في سبونسر. السبونسر ده معلش مع كل الاحترام ماليش دعوه. انا بتكلم كلام بشكل مجرد. بشكل عام لان ده حقوق تسويقيه. لا انا بتكلم كلام مجرد. طالما في سبونسر يبقى في اعلانات. يبقى في تسويق. التسويق والاعلانات والحاجات دي كلها مش بتجيب فلوس؟ المفروض تروح فين؟ بتتوزع حاجه للاتحاد، حاجه كانت كده في اللائحه السابقه، فريق الفائز بالمركز الاول. طب انا اقول لك اغرب حاجه، اعتراضات نفسها كمان. لا، اعتراضات نادي الزمالك على لما قالوا له توقع عليه عقوبه ان هو مشي ما استلمش. قال لك وانا ما معناه يعني انت قال لك وانا في مش مفيش مركز تاني. لا وانتوا اديتوني حاجه اصلا. وبعدين لو انتوا عايزين تعملوا كده طيب ما تخلوني انا استلم الاول، مش انا اللي مغلوب مثلا. يعني في امور زي كده بروتوكول معروف كده. لا يعني حتى كنقطه قانونيه ها ممكن يقول لك انا ما يتوقعش عليه عقوبه، انت اديتني ايه اصلا؟ يعني بتفتح الباب امام مشاكل قانونيه مش مستاهله. طب ما هي المتبع المعروف في البطولات ان لازم يكون في حاجه، خصوصا اللي هي الكاس اللي هو ملك الاتحاد والسوبر اللي هما ملك الاتحاد، صح؟ مظبوط. دول لازم يبقى فيهم لائحه المسابقات اللي هو اخر بند قال فيها تطبق لائحه المسابقات. لو انا اعتذرت عن المشاركه في السوبر اتمنع للسنه اللي بعدها في الاداره الماليه، فبالتالي في كل العقوبات لو انا خالفت انت حاطط شروط. حلو جدا. طب انا لما اكسب بقى هو انت عايز تعاقبني وما تكافئنيش؟ ما انا بقول لك كمبدا قانوني، انا لا بعرف في القانون، انا واخده كده ايه بجتهد معاك. لكن طالما في عقوبات وفي تهديد بانك هتحرمني من كذا ماشي، هتوقع عليها عقوبه. خلاص لازم يبقى فيه مكافاه. ده كمان في اخلي بفكره التساوي، يعني مثلا في مباراه السيمي فاينل او في قصدي مباراه نهائي الكاس لما امتنع كذا لاعب مثلا في فريق عن استلام الميداليات وقع عليه غرامه 30,000 جنيه. تمام. فتوقعنا ان اي لاعب بيمتنع 30,000، فبالتالي لو الفريق بالكامل هتشوف العدد وبتبقى في 30. لقينا الغرامه 150,000. طب فين اللائحه اللي بتقول لو فريق امتنع 150,000؟ مفيش لائحه. برضو دي من الموضوعات اللي تطرح على مائده الاتحاد الجديد او اللجنه وتتنظم. انا سالت في الاتحاد يا جماعه لائحه الانضباط فين عشان نشوف بس العقوبات دي الارقام دي. لان في الدوري لو حصل حاجات زي كده هيبقى في عقوبات مضاعفه. فنوعي الجمهور يعني هي الفكره. ايه دور الاعلام؟ ايه بياخد المعلومه الرسميه عشان يطلع يقول للجمهور يا جماعه خدوا بالكم المباراه دي لو حصل في كذا 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 العقوبه الاول مره 100,000 جنيه، ثاني مره تحذير او غرامه مثلا او بتتضاعف او مثلا مش هتحضر المباراه. انا لو عندي فريق ما كنتش اروح لو عرفت ان مفيش فلوس. ما هو اصل انت النهارده الاهلي مثلا ايه ذنبه ان هو كسب؟ هيدفع هو من جيبه بقى للفريق. ده مجمل الغرامات على الاهلي من غير ما ياخد حاجه في كاس السوبر. لا ده كمان انت هتكافئ لعيبتك يعني انت كنادي. اكيد طبعا يعني عندي لائحه داخليه. انت عندك فرقه كسبت البطوله هتقول لهم شكرا وتديهم ورد؟ ما انت لازم تديهم. ما هي الورده دي تبقى على المنصه. لا لازم تديهم اكيد فيهم مكافاه. طبعا في لائحه لده. مش في ناس بتتعب وبتلعب وبتعمل جهد؟ احنا في 2019 دوري محترفين ورابطه انديه محترفه. يعني برضو دي حاجه احنا بنقولها كده بس هي لازم يتم رساله لان الموسم في بدايته، فعشان بس الناس تبقى عارفه اللي جاي سواء في لو انت عندك سوبر تاني وفي سوبر ما ده سوبر الموسم الماضي مش السوبر الجديد. السوبر اللي كان في الامارات مش كان فيه مكافات ولا برضو اللائحه القديمه كان فيها الارقام دي؟ ده بالعكس السوبر اللي اتلعب في الامارات الفايز كان بياخد المكافاه بالدرهم. بايه؟ بالدرهم الاماراتي. طيب ما انا بقول لك يعني اصل منطقيا يا محمد باشا انه لا يمكن يكون فيه تنافس على حاجه كده. يعني في يعني منافسة للمنافسة أكيد نلعب مع بعض بس برضو محتاجة إعادة نظر يعني بسرعة.
في ظل ان كمان الدوري بدا ومدحه انضباطها. انت عارف دي عامله زي ايه كده؟ انت سمعت ان في الدوري اتعمل له مزاد لبث المباريات؟ هو معمول من كذا سنه. ايوه السنه دي بقى. لا ما هو لسه العقد ما خلصش. حلو. وبعدين الانديه بتسوق فردي. لا انت بتقول في قناه معينه هي اللي بتذيع وقناه تانية لا. صح؟ على مثلا. على اساس ايه؟ صاحب الحقوق هو اللي بيقرر. طيب ما يبقى اذا اهو بقى احنا انا عايز اوصل معاك برضو لانه في صاحب حقوق. صاحب الحقوق اللي احنا ما نعرفوش يعمل له علامه استفهام كده نعتبر ان احنا مش فاهمين يعني. علامه استفهام كده. علامه الاستفهام ده يظبط الاداء ده. ماشي؟ يعني مثلا اتحاد الكوره هل من حق قناه الاهلي تروح تحضر مؤتمر لحسام البدري؟ ولا رحتوا ولا ما رحتوش؟ هو خلاص عنده رعاه ومسؤولين عنه فبيسوق بالطريقه اللي هو شايفها. لا انتوا يعني كقناه هل من حقك تروح؟ القناه كانت موجوده. عادي يعني. ما هو الدعوه كانت مفتوحه للكل. تمام. بس لو عنده حدث ايفنت حصري ليه هو بيبقى من خلال الراعي بتاعه او المسؤول بتاعه. هي عمليه متحدده ومتظبطه. زي عشان ما نوقعش في نفس مشكله اللي وقعنا فيها مثلا مع محمد صلاح قبل كده. دي عقود وتدرس. كويس؟ طالما في رعاه وفي تسويق وفي كلام على الفلوس يبقى لازم في كلام على الفلوس في كله. واخد بالك ازاي يا محمد؟ يعني يبقى في تركيز شويه في النقطه يعني. اكيد. طيب انتقل للملف ده وده يخلينا نروح لجزئيه ثانيه مهمه. في مؤتمر لصناعه كره القدم حاليا موجود في اسبانيا في مدريد. تمام. والنادي الاهلي ممثل في هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي وبيتم دعوته من رابطه الدوري الاسباني للمحترفين لليغا. حلو. وجود المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره والمهندس محمد سراج الدين. والنهارده كان عندهم اجتماع مهم جدا مع بوتر جيبتو الاداره الرجل الثاني او المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد بعد فرنتينو بيريز. كويس. اجتماعات مهمه وكان في اجتماع مع وفد اليوفي وكان في اجتماع مع مسؤولي انتر ميلان. تعاون في مساله قطاع الناشئين مباريات وديه بين الاهلي والانتر واليوفي والريال. احنا هنا بنتكلم بقى في صناعه كره القدم وشيء ثاني خالص. مثل هذه المؤتمرات وحضور الاهلي في مثل هذه الاحداث تعليقك عليها ايه في ظل ان خلاص عنوان المؤتمر صناعه كره القدم؟ شوف الاهلي برضو وهذا ليس مجامله يعني دايما بيسبق الجميع في هذه الامور. الاهلي عاوز يبقى مواكب لكل التطورات اللي موجوده ويمكن يكون ده اهتمام سواء النادي او اهتمام من المهندس خالد مرتجي و هو تكليف المجلس اداره النادي للمهندس خالد والمهندس محمد سراج هم يكونوا موجودين. ده دليل على انه في توجه ان احنا او النادي الاهلي دايما يبقى مواكب لكل هذه التطورات وده شيء كويس طبعا. النهارده اصل كره القدم مش زي زمان يعني صراحة. كره القدم قبل كده عادي بتخش وتاخد الدوري وتمام ونروح وهي وخلاص. لا انت النهارده صناعه فعلا مكلفه جدا يعني المواد الخام بتاعتها مكلفه فلابد انت تبقى عارف ازاي تسوق هذه البضاعه وازاي تكسب منها بما ينعكس باطيب الاثر على تطوير المنظومه. انت النهارده لما بتجيب مدير فني اجنبي تديله كذا اما بتجيب لعيبه محترفين من اي مكان بتديهم فلوس فالمساله ما بقتش مجرد هوايه يا ريتها كانت فضلت هوايه بس يعني ايام ما كانت هوايه بس الاهلي كان بطل برضه يعني كان بيعرف برضه يشوف الموارد الماليه لا لانه كان بياخدها جد يعني الاهلي طول عمره بياخد المساله دي بجديه يعني فبناء على بقى التطورات الجديده لازم طبعا يبقى فيه مواكب ل كل الافكار الجديده في كره القدم يعني. هو اجتماع كان مهم جدا النهارده مع بيترو جيتو في البرنابيو في نادي ريال مدريد بحث سبل التعاون تبادل وجهات نظر وافكار وخبرات مباريات وديه ممكن تكون موجوده الفتره القادمه تبادل كمان خبرات في قطاع الناشئين مهم طبعا مهم جدا طبعا لان انا وانا بتكلم عن المكافئات وكاس السوبر والنظام الاحترافي في مصر الاهلي كمان من الانديه العالميه اللي هو مصنف يعني ما تقدرش من كذا سنة يعني الحقيقة وهو في مصاف الأندية الكبرى فحتى في أوروبا النادي الأهلي معروف لما تيجي تقول أنا عايز ألعب أو أعمل توأمة أو أعمل بروتوكول معين مع النادي الأهلي
النادي الاهلي هنا بيبقى طرف ثقل يعني. يعني ما بيبقاش بيطلب معونه، لا ده بيفيد ويستفيد. تبادل الخبرات يعني. ده مهم طبعا جدا. ده مهم جدا. وهي صناعه كره القدم الحاجات دي بيبقى فيها بتجيب مداخيل ماليه حتى لو على المدى البعيد. ما هي بقت يعني زي ما بتاع هو دي صوره هم. بالظبط. طبعا المساله مهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج. تمام. المساله مش مساله هوايه. احنا خلاص يعني المفروض ودعت انت عصر الهوايه من زمان. فالحكايه بقت محسوبه. كويس؟ مظبوط. ومش معنى ان انت بتكسب بطوله يبقى تكسب بطوله وخسران. بالعكس، من حقك ان يبقى طموحك انك تكسب بطوله. هو ايه سر دايما نجاحات الاهلي حتى في بطوله العالم للانديه ومشاركاته والكلام ده؟ ما كانش رايح يلعب كوره بس. لا ده حتى كان أيوة في حضر ورش عمل. بيجي منها دخل معين بيساعد او بيخلي الاهلي قادر على ما نسميه التمويل الذاتي. يعني هو يعني هي الكره بتتكلف، فلما تصرف على نفسها غير انها تاخد من ميزانيات النادي اكيد اللي هي بتوجه في اتجاهات اخرى وفي خدمه الاعضاء وفي خدمه الالعاب الاخرى يعني. اكيد اكيد. طيب دي كانت جزئيه مهمه، انا بس بحب اربط الاحداث ببعض. تمام. عشان ننتقل من ملف لملف. ماشيين على الكباري مع بعض. طيب الجزء الاخير في ختام هذه الحلقه واحنا بنتكلم على فريق كره القدم في الفتره اللي جايه. تمام. ريني فايلر البدايه شايفها ازاي يا استاذ جمال؟ وهل الصحافه والاعلام يقدر يبني تقارير بناء على المرحله الحاليه؟ يعني يشوفها محطات ولا يقيم المرحله دي ازاي؟ لا هو ما اقدرش اقول انه في حكم نهائي على فايلر، لكن انا اقدر اقول ان فايلر نجح من خلال لقائه مع نادي الزمالك في مباراه السوبر ان هو يعني يكتسب ثقه كبيره جدا من جماهير الاهلي، حتى بعض الجماهير اللي كانت متشككه شويه يعني الراجل ده ايه يا ترى ايه؟ كانت لسه بتجس النبض بتشوف. لا يعني في المباراه كانت معروفه انه اللي هيكسب هياخد دفعة معنوية كبيرة وهياخد ثقة من جماهيره طبعا، يعني سواء كان ميتشو أو فايلر. ف فايلر قدر إن هو ياخد هذه الميزة ودي هتساعده جدا جدا في المرحلة اللي جاية. هيشتغل في أجواء هادية. خلي بالك هو المدير الفني الجديد أول ما يجي لابد إن هو بيسعى لتحقيق انتصارات متتالية مهمة. الانتصارات دي بتديله هو شخصيا الثقة، بتهيأ له المناخ الهادي اللي هو يشتغل فيه، ياخد وقته، يتفاهم طبيعة اللاعبين، يعمل نوع من انواع التجربة، يبدل، يلعب هنا واحد يغير، غير ان هو يبقى مزنوق، غير ان هو يبقى مغلوب. خلي بالك الغلب وحش طبعا وبيأثر بشكل ربنا ما يحكمش على حد يعني، بس الغلب وحش فعلا. ليه؟ بيخلي الاجواء كلها متوتره حقيقي فعلا. حتى لو انت شغال كويس لو عنصر التوفيق مش محالفه يعني في ماتش وتغلبت احسن مدرب في العالم وجيت كده اول ما جيت اتخبطت لك ماتشين ثلاثه هتمشي، مش تقدر تقعد ولا هتعرف تفكر، واخد بالك؟ يعني انا قلبي مع دي صبر مثلا، اول ما جه لعب كام ماتش ورا بعض الدنيا، بس ده عنده قصة مختلفة لأن ما فيش ضغط جماهيري، ما فيش ضغط إعلامي. لا ده أنا بقولك كمان يعني، يعني مجرد هو ما عندوش وقت إن هو يفكر. خد هنا واحدة وهنا المبدأ واحدة. بشكل عام. أنا بتكلم على المبدأ. المبدأ بشكل عام. حتى لو ما فيش جماهير لكن الـ 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 الأجواء دي بتحطك على الطريق الصح. وأول بطولة. هي مش مكسب بس، ده مكسب. يعني الراجل لسه جاي من بلدهم خد بطولة. خلاص أدي واحدة أهي. حد يقدر ينكر؟ لا طبعا. وهكذا. فكل ما الـ الفوز بيعمل اجواء يا ابو حميد يعني اكثر من مثاليه الراجل بيشتغل فيها. فهو المكسب الكبير اللي خده فايلر هو الفوز ببطوله. حضرتك قلت جمله مهمه جدا. اتفضل. الفوز بيعمل اكثر من مثاليه. طبعا. طب الاعلام دوره ايه بقى مع الجمهور؟ لان الجمهور بيستقي معلوماته من الإعلام. حتى الإعلام نفسه بيتأثر بالنتائج.
بس ده ممكن ينعكس سلبا على عمل اي جهاز فني. يعني الجهاز الفني لو بيشتغل وبيكسب كل ده كويس جدا بس المثاليه زياده عن اللازم ممكن تعمل سقف طموحات وتطلعات. لا بالعكس انا شايف ان هي الاعلام برضو خلي بالك هو بشر بشر هم اللي بيشتغلوا. جزء كبير من الاعلاميين كان بيثق في ميتشو اكتر من فايلر يعني بالسمعه كده قبل المباراه بالسمعه كده اول ما الاهلي تعاقد مع فايلر والزمالك تعاقد مع ميتشو بص على ورق هنا وورق هنا قال لك لا ميتشو ده يقلق فايلر طبعا نديله فرصه كويس. الاعلام نفسه بتنتقل فيه عدوى المشجع طبعا النقد. يعني لو لقى ان المدير الفني ماشي كويس هتقول عليه ايه بقى يعني انت ما انت مش هنالف يعني مش حاجه اقول لك بقى لا اصله طريقه تفكيره هي الراجل بيكسب يا راجل. ده حتى الاستوديوهات التحليليه ما تخلينا واقعيين تتاثر بالنتائج يعني لا ده ممكن التشكيل قبل بدايه المباراه يبص فيه يقول لك التشكيل ده لا الفرقه عامله ماتش هتعمل ماتش كويس تيجي الفرقه لا قدر مثلا تخسر بعد الماتش يقول لك لا هو بدا بتشكيل غلط. الله ينور عليك انا شفتها كتير بس لا انا بشوفها على طول شفتها كتير لا وانا بشوفها على طول يعني لدرجه انه ممكن واحد انت تقول عليه كلمتين في الشوط الاول ما بين الشوطين وبعدين يجي الولد اللي انت انتقدته ده يغير الامور في الشوط الثاني ويقود الفريق للفوز انت النقد على طول بيتحول في اللحظه 180 درجه ان الواد ده اعظم واحد بس هو كان نايم شويه في الشوط الاول بس ده بيأثر للاسف على الجمهور بعد كده في التقييم. ما هو عشان يا بيعلي سقف الطموح قوي يا بيبقى فيه انتكاسه والناس بتزعل قوي. ما هو بالظبط عشان كده انا بقول لحضرتك ايه ان فايلر محظوظ جدا بالنتائج اللي حققها حتى الان فوزه خارج الارض في افريقيا فوز بالسوبر بطوله اكيد من مباراه واحده لكن بطوله وهكذا كل هذه الامور زي ما عشان كده انا بقول لك بتعمل له الارض الصالحه للعمل واعتقد ان هو هيستفيد منها جدا يعني اكيد ان شاء الله. استاذ جمال انا بشكرك ربنا يخليك وشرفتني. الله يخليك الجمله الشهيره ايه وسعيد بوجودي معاك وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. انا اللي سعيد بوجودي معاك يا محمد السعيد. الله يخليك يا استاذ جمال شكرا لحضرتك وبالتوفيق دايما ليك يا رب باذن الله. شكرا لكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. فقره قدر الامكان حاولنا بس يعني الاعلام ودوره في المرحله اللي جايه يلقي الضوء على المحطات الرياضيه او القضايا اللي بتطرق على الساحه الرياضيه وعلى السطح. الاعلام دوره ايه؟ رايه فيها ايه؟ وجهات نظره ايه؟ برضه مهم جدا واحنا بنتكلم في هذه القضايا نقول معلومه لان المشاهد يبقى عايز المعلومه الصادقه والمعلومه الحقيقيه عشان يعرف برضه يقدر يقيم المراحل اللي بتمر سواء بالنسبه للاهلي او بالنسبه للكره المصريه. كلنا في النهايه بندور في فلك واحد او في مجال واحد لان الاهلي منتخب اعلام جمهور كلنا منظومه بتكمل بعض عشان في النهايه يكون في استفاده من اي مرحله احنا بنشتغل عليها. بشكر حضراتكم وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراته الافريقيه يوم السبت القادم وان شاء الله انطلاقه جيده في اولى محطات رينيه فايلر والفتره القادمه ان شاء الله تكون افضل وافضل لان الاهلي بالفعل يستحق القادم يكون افضل. شكرا لحضراتكم والتقي بكم على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.